بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع كام سنة لورا، بدأنا أواخر التسعينيات 96 97 تقريبا، عايزين نعمر توشكا. توشكا يعني أقصى جنوب الوادي. توشكا نروح توشكا، بدأت توشكا والحديث عن توشكا والإعلام يتكلم على توشكا، اتعمل ترعة ومش عارف اتعمل ايه ورفع ونعمل كام مساحات هائلة من الزراعات في توشكا، واتزرع توشكا مشروع 20,000 25,000 فدان تقريبا في الوقت ده، كل اللي اتعملوا في ذلك الوقت كانت بداية. ودايما بنقول لما يبقى فيه إجراءات انت بتفكر هل انت بتعمل شايف الموضوع يتعمل صح ولا لا. صحراء محتاج تتجه الى الصحراء عشان تزرع مبكرا، نعم ام لا؟ طبعا، بس محتاج يكون عندك فلوس، يكون عندك ارادة انك تعمل ده او لا. بعض الناس قد تجد مشروع توشكا ده كان مشروعا فاشلا، وانه مشروع مش ناجح، وانا رايح ازرع في الصحراء ليه؟ وايه يعني توشكا؟ هتجيب لنا ايه توشكا؟ وفضلت الناس تتكلم سنين طويلة، والمشروع تعثر في فترة من الفترات، وزي ما بقول كده مفيش سوء نوايا من أحد. يعني أي حد بياخد إجراء أو ياخد قرار هو عايز المصلحة، يعني محدش عنده طرف فلوس يرميها في نهر النيل. يعني الأيام تروح الأيام تيجي، توشكا أخبارها إيه؟ ثم وجدنا توشكا، الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة إحياء توشكا. بدأ الرئيس يتعرض لهجوم كالعادة، والمشروع يتعرض لهجوم كالعادة، زي أي مشروعات البلد بتعملها. أي مشروع بتعمله لو بتبني طوبة في أي حتة يقول لك مشروع فاشل، وأنت بتعمله ليه؟ إيه أهمية المشروع ده؟ ليه رايحين توشكا؟ طب ما تزرعوا هنا. صح، وانتوا بتعملوا مشروعات، هو انتوا عندكم دراسات لاي مشروع؟ ده انتوا بتاخدوا قرارات وتعملوا مشروعات وخلاص، ومشروعات ملهاش اي عوائد على المواطن، والمواطن في الاخر اللي هو محتاج الاثار تبقى كويسه والحاجات بتاعته والاكل. شفتوا بتعملوا مشروعات فاشله، تقعد تسمع الدعايه السوداء ضد البلد. ما انت قاعد في ناس بتغذي الادمغه دي على مدار الوقت، اللي بتاع الواد اللي اسمه الواد الهربان اللي اسمه الواد ناصر ده، العيال اللي الهربانين دول، ما هو طول الوقت شغال عنده حد بيعمل له الحاجات دي. فالحق توشكا فشلت، فيش حاجه في توشكا، ضحكوا عليكم قالوا لكم توشكا هتجيب لكم الخير، ولا جابت خير ولا جابت اي حاجه. شفتوا ما احنا قلنا لكم، وزي ما هم بيقولوا كده احنا قلنا لكم توشكا فاشله، زي شرق العوينات فاشلة، زي الدلتا الجديدة فاشلة، زي العاصمة فاشلة، زي أي مشروع فاشل. هو ده يبروج لك طول الوقت كده إنه كل حاجة فاشلة في البلد. ليه؟ عايز يخليك مضغوط على مدار الساعة، إنه وحضرتك تقعد تفكر الله هو فعلا توشكا فشلت؟ فشلت توشكا؟ يعني توشكا دي مفيش منها فايدة؟ يعني الفلوس اللي اترمت، وسيادة الرئيس لما راح توشكا، وبعد سيادة الرئيس رحنا مع سيادته قبل كده مرة، وبعد كده رحنا مرة أخرى، وكان المفترض أكون مع زملاء الأفاضل أو أول إمبارح، ولكن عندي شغل كمان بعمله مش عايز أقول لكم، ما بننامش عشان شغل أكتوبر بنجهزه من دلوقتي، والله ما بننام، مش عايز أقول لكم، مش عايز أوجع دماغكم يعني. يعني بنشتغل ليل ونهار ونكمل تسجيل الصبح وتسجيل بالليل وهوا شغالين والله عشان أكتوبر، بنستعد من دلوقتي. فزملائي راحوا مع إدارة الشؤون المعنوية، إن أنا بشكرهم ومشكورين بالدعوة، كنت مفترض أبقى موجود واعتذرت عشان أكتوبر، ما إحنا كله عمل للدولة وعمل للوطن يعني. لأنه كمان مهم قوي تشوف هل بجد البلد مشروعاتها زي ما روجوا قبل كده وقال لك شفتوا رموا صوب ما بقى نجحتش ومش عارف إيه ما نجحتش. ما هو دايما يقول لك مفيش حاجة نجحت. أنا عايز أصدم حضرتك بجد، يعني أنا بقى النهارده اللي بظلمك، أنا اللي بظلمك، بظلمك بجد، إنه هل فعلا عملنا حاجة في توشكا
ولا فعلا توشكا مشروع، مشروع فنكوش. اوريك توشكا، انا اللي بظلمك، وانا اللي بظلم حضراتكم. تعال نشوف، نشوف توشكا. توشكا النهارده، توشكا النهارده، النهارده ورينا يا سيدي، وريني. ايوه ايوه توشكا اهو. معقول؟ صح. ايه اللي قدامنا؟ عايز اقول لحضراتكم دي توشكا، توشكا النهارده، اليوم، اليوم حضرتك انا بظلمك عشان اوريك الدولة بتعمل ايه وبتشتغل ازاي. عايز اقول لحضراتكم احنا بنتكلم هنا على 560 الف فدان، مش فدان ولا 100 الف ولا 200، بكلمك على 560 الف فدان. توشكا الخير ومستقبل زي مستقبل مصر، مستقبل الوطن هيبقى هنا من هنا. لما قالوا فشل المشروع والمشروع ده فنكوش ومشروع مش ناجح، انا بوريك توشكا النهارده هنا في توشكا الزراعات ايه اللي موجود عندك. قائمة الزراعات المحاصيل رقم واحد واثنين وثلاثة القمح. اقف هنا يوسف لو سمحت، تاني انا عايزك بس تتفرج. رقم واحد واثنين وثلاثة القمح، يبقى ايه الاولوية هنا؟ القمح. رقم اربعة ايه؟ الذرة الصفراء اللي انا بستوردها. رقم خمسة ايه؟ الشعير. رقم ستة ايه؟ البنجر عشان السكر. رقم سبعة ايه؟ اي حاجات اخرى، محاصيل اخرى، اي محاصيل استراتيجية احنا عايزينها هتتزرع، بتتزرع هنا، بالاضافة للاشجار الزيتية اللي هي تستخرج منها الزيوت ومستحضرات التجميل وغيرها وغيرها. التمور مساحتها ايه من التمور؟ النخل يعني، تمر يعني، البلح يعني. احنا بنتكلم هنا على 2 مليون نخلة، من اجود انواع، انواع اشجار التمور الفاخره في الموجوده عندنا. نكمل مع بعض. ده توشكا النهارده اللي قدامك. هل هذا مشروع ناجح؟ يعني انت حضرتك لما السيد الرئيس قرر احياء، يا ما شاء الله. اقف هنا يوسف لو سمحت. ده العنب. اه ايوه توشكا صحراء بقت كده، بقت كده اللي قدامك ده. بس بالمناسبه الأولوية مش للخضار والفاكهة، الأولوية رقم واحد للقمح، القمح، القمح، ثم الذرة، 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 دول رقم واحد واثنين، ودول محاصيل رئيسية استراتيجية زرعتها هنا. يأتي بعدها بمسافة واثنين وعشرة خضار، فاكهة، عنب، مانجا، بطيخ، زي ما انت عايز. فانت شايف حجم، بسم الله ما شاء الله على الانتاج. بص الشجر الواحده ما شاء الله، ما شاء الله، واحنا نقول ما شاء الله واحنا بنتفرج واحنا بنشوف توشكا النهارده. شايف حضرتك انت الارض دي ما كانتش موجوده. انا بقول لك شغل عمل الرئيس كان من التسعينيات واتقال عليه فشل ولم يحقق العائد منه والاستثمار منه، ورجال اعمال كانوا هناك واشقان على براحه وما نجحوش، لكن الدوله قررت ان هي اللي هتدخل، يدخل، تدخل الدولة بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عشان اعمل ايه؟ تعمير اي شبر انا محتاجه النهاردة. انت محتاج ده تزرعه. خلي بالك انت بتعمل النهاردة مشروع بكلمك على 560 الف فدان. نكمل، نكمل. فبنعمل زي ما حضرتك شايف كده. اقف هنا يوسف لو سمحت. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوف حجم الانتاج، شوف الشجرة الواحدة انتاجها كام كيلو. خلي بالك اصل انت هنا كمان عندك اولا البحوث وعلمائنا في مجال البحث والمحاصيل الزراعية والزراعة كثيفة العمالة هنا، كثيفة العمالة هنا. انا بتكلم على انتاج ما شاء الله. اولا السوق المحلي رقم واحد، تاني السوق المحلي رقم واحد، رقم اتنين السوق المحلي، بعد ما خلص السوق المحلي والفائض اصدر.
يبقى احنا اهتمام الدولة ايه والرئيس؟ السوق المحلي ثم الفائض من السوق المحلي، واحنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي خضار وفاكهة ما عندناش مشكلة فيهم وبنصدر الفائض، فيجي لنا خير كمان من التصدير. فيبقى نكمل نشوف، اتفرجوا اتفرجوا، ده توشكا، مش بكلمك على لا بكلمك على توشكا والله، ده النهارده خلي بالك، ده النهارده بيشككوك في كل شيء، ولكن مهم قوي حضرتك تشوف وحضرتك تتابع وتشوف الدولة العظيمة بتعمل جهد هائل على الأرض، بتبذل جهد كبير عشان تسد الفجوة الغذائية وتحقق الأمن الغذائي. الدولة بتعمل كده، ادي ادي التمور، ادي النخل قدام حضرتك ما شاء الله، احنا بنتكلم رايحين نزرع حوالي 2 مليون نخلة هنا في توشكا بس على مساحة ربما 30-40 ألف فدان تقريبا. بص حضرتك على المرمى البصر ما شاء الله، بكلمك على تصوير اليوم، تصوير النهاردة توشكا، بص على مرمى البصر، دي أراضي عمرك انت زرعت كل زراعته زمان 20-25 ألف فدان بس ده انا بكلمك بس النخل هنا هيبقى حوالي من 30-40 ألف فدان فقط تمور، بنتكلم ربما 2 مليون نخلة أكتر، بس هما مش أقل من 2 مليون، ربما يزيدوا عن 2 مليون. أجود أنواع التمور موجودة هنا، التمور الفاخرة المتميزة، الأصناف اللي احنا جبنا استوردنا أصناف من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من أمريكا، من دول كثيرة، استوردنا أجود أنواع التمور في العالم، النخل في العالم موجود عندك هنا في توشكا. نكمل، بص على مرمى البصر، دي كانت صحراء صحراء بس خدت جهد هائل وعمل، وادي الناس الرجالة شغالة ما شاء الله، تصوير النهاردة بكرر ده عشان يقول لك الحق ده كذا، ايا كان مش مهم مش مهم، المهم انه عندك في توشكا النهاردة على ارض الواقع الدولة بتعمل ايه. عايز اقول لكم الاف عشرات الالاف من المصريين بيشتغلوا في هذه المشروعات النهاردة، بيشتغلوا لان انت عايز، بالمناسبة احنا يعني وزي ما احنا بنشوف كده وهكمل مع حضراتكم طبعا توشكا واللي بيحصل فيها على ارض الواقع، تصوير على ارض الواقع، لان انت كمان عملت شغل كبير جدا في هذا المكان. هذا المكان عشان عايز اقول لحضراتكم هيبقى في المكان ده ايه، عارفين القطر السريع اكتوبر ابو سمبل؟ عارفينه، هيبقى ليه محطة هنا، هيبقى ليه محطة هنا. ليه يبقى ليه محطة هنا؟ الله، مش في ناس بتشغل هنا؟ ده هيبقى فيه قطر بضاعة هنا، دي أشجار زيتية، أشجار زيتية للزيوت ولا مستحضرات التجميل اللي قدام حضراتكم دي. يبقى أنت بتستغل كل مساحات الأرض دي، اللي أنا محتاجه أقدر أكيف طبيعة الأرض اللي موجودة، أستغل الأرض ديت إزاي، أزرع هنا، أنا محتاج نباتات زيتية، عطور وغيره. أقف هنا يوسف، هو ده المهم، هو ده الحدث، هو ده المهم، هو ده الحدث الكبير قوي. الحدث الكبير اللي قدامكم ده ترعة، دي واحدة من عدة ترع داخل المشروع. ما هو احنا الري هنا ايه؟ زي ما انت شايف كده، شايف نوع المية طبعا ونظافة المية طبعا، المنطقة دي والترعة ديت، الترعة دي مفيض طبعا، مفيض توشكا وترعة الشيخ زايد، وزي ما حضراتكم بتشوفوا كده اتعمل هنا شغل كبير جدا، شركاتنا الوطنية، شركات المقاولات مع جهاز الخدمة الوطنية، مع جهاز إدارة المية في الهيئة الهندسية القوات المسلحة، محطات الرفع اللي اتعملت عشان تقوم بعملية الخاصة برفع المية وإعداد هذه المنطقة بشكل كبير للتنمية، وطبعا زراعة زي ما نتكلم على 560 ألف فدان، نتكلم على ضخ مية، محطات رئيسية للبحيرة الرئيسية ومحطات رفع للمية لكل الأراضي اللي موجودة في توشكا. بنتكلم على مشروع كبير موجود، انت أي مكان هنا بتشوف الأرض الأول، جهات البحثية مع الري مع الزراعة مع الجهات المعنية يعملوا التربة دي صالحة لأي نوع زراعة، فبتشوف مع الأبحاث تقول لك المنطقة دي هزرع فيها نخل، طيب المنطقة دي هزرع فيها قمح، المنطقة دي هزرع فيها بنجر، المنطقة دي هزرع فيها عنب، يعني مش بتزرع وخلاص، يعني الموضوع كل حاجة خاضعة للدراسة. كل هنا نقطة مية، تاني كل نقطة مية في البلد الدولة
بتعرف تستفيد من كل نقطة مية. احنا ما عندناش طرف المية تاني، بنستخدم كل نقطة مية في مكانها المظبوط. بالمناسبة احنا دولة عندنا من أكفأ الدول في إدارة المياه في على مستوى العالم. مصر تاني أكفأ دولة في إدارة المية، مصر. محدش بيستغل كل نقطة مية زينا، بس احنا بنعمل بنصرف كتير قوي على ده، بنصرف كتير، ولكن تاني بقول العائد بتاعه ايه؟ العائد اللي انت بتشوفه ده اللي قدامك. خلي بالك لما انت وسط الصحراء وهنا كان في جبال، وكان في هنا بالمناسبة كان في منطقة، وكنا يمكن من سنة ولا يمكن سنة يمكن سنة ونص عرضت لحضراتكم فيديو كان جالنا من الشركة المنفذة لهذا المشروع. المشروع ده كان فيه مشكلة كبيرة، كان في منطقة جبلية ربما تمتد حوالي 2-3 كيلو، صخرية صعبة جدا زي الجبال اللي كانت في طريق الجلالة. فقدروا سيادة الرئيس قال لهم خلصوا لي الموضوع ده بأي شكل، اعملوا ايه؟ فجابوا مش عارف ايه وعملوا نسف، والهيئة الهندسية والقوات المسلحة نسفت مساحة كبيرة جدا من الجبال دمرتها عشان تقدر تكمل المشروع العملاق اللي قدامك ده، تكمله، لانه كان عائق كبير جدا انك قدامك كتلة صخرية جبل بكلمك على 2-3 كيلو تقريبا، كان محتاج معدات معينة، محتاج نوعية معينة من اللي بتستخدم في التفجيرات لهذه النوعية من الجبال استخدموها الهيئة الهندسية والقوات المسلحة، سلاح المهندسين استخدم ده. ما احنا عندنا رجالة ابطال، اذا عبروا قناة السويس ودمروا النبالم بتاع العدو الاسرائيلي هم اللي عملوه. يا سلام، جايين جاي اكتوبر ونتكلم على 50 سنة ان شاء الله. فحضرتك عملنا ده وقدرنا نوصل ده لقدامك. كمل يوسف لو سمحت، نكمل نكمل ما شاء الله نكمل. انا بوريك بس تشكى تشكى، بصوا بيتعمل ايه. اقف هنا لو سمحت، اقف هنا. شغل كمان، ما ده كمان جزء اخر بيتعمل، شغل تاني بيتعمل، محطات تانية ومحطات رفع ومية ونقل ومعدات ومحطات وإجراءات بتتم في هذه المنطقة، مناطق بيتعمل. بيتعمل كمان إيه هنا في توشكا؟ بيتعمل صوامع تاني، صوامع لتخزين الحبوب. عندك قمح وعندك درق، ما أنت محتاج تخزن الكلام ده عشان ما يبوظ. هو أنا بزرع عشان يبوظ لما أنقله من توشكا أوديها سوهاج ولا أجيبه القاهرة؟ لا، عندك صوامع بتاعتك، صوامع للتخزين الانتاج اللي موجود عندك. عندك ايه تاني بيتعمل هنا؟ زي ما قلت لحضرتك محطه للركاب. ايه تاني؟ محطه ركاب. ايه هي؟ قطر السريع، قطر السريع من اكتوبر لحد ابو سمبل ورايح يعدي على توشكا، فيتعمل له محطه. حضرتك محطه ركاب تتعمل لهذا القطار السريع، لانه هنا بنعمل ايه؟ خدمه. عندنا منطقه زراعيه صناعية جديدة، لأن أنت هنا عندنا مصانع، هيبقى عندك هنا مصانع، مصانع خاصة بالتغليف، تغليف الخضار والفاكهة على أعلى مستوى والجودة، لأن أنت محتاج السوق المحلي أولاً ثم تصدر بعد كده. هيبقى عندك كمان مصانع للتعبئة والتغليف، رقم واحد. رقم اتنين، يبقى عندك كمان مصانع موجودة وشركات خاصة ب عمليات التصنيع بنتكلم على التمور مثلا، بتكلم على استفيد من اشجار من النخل. احنا النخل بنستفيد منه عندنا في البلد، عندك الجريد وعندك حتى النخله نفسها تستفيد منه، ولما كنا في الواحات بيستفيدوا من النخل ده في كل حاجه عندهم في الواحات زي عندنا في الصعيد. فانا لما يبقى عندي كمان مساحات النخل اللي موجوده لازم استفيد من ده، فيبقى عندك كمان ازاي تستفيد من جريد النخل واستفيد من النخل نفسه، يعني الجسم النخلة استفيد منها ايه؟ تقدر تاخد منها منتجات ايضا استفيد منها. يبقى عندك كمان زراعات موجودة، فواكه خضار وفاكهة محتاجة مصانع اغلف، وعملية النقل كمان تبقى في منتهى السهولة واليسر على الناس. فانت النهاردة بتعمل كل ده عشان اسواقك المحلية الداخلية، وعندك شركات وطنية كلها شغالة، بنعمل محطات زي ما احنا بنشوف، نعمل عملية نقل للمية، ادي مواسير زي ما احنا بنشوف حضراتكم وتقدر تشوف كمان، لانه بنشتغل دولة شغالة، عشرات الالاف من ايدي العاملة شغالة في هذا المشروع. نتكلم انه كمان عندك
اهتمام الدوله وسياده الرئيس، اهتمامه الاول ايه سياده الرئيس لما بيروح لمشروع زي كده؟ ازرع المحاصيل الاساسيه اللي انا محتاجها. احنا عندنا مشكله في الدولار، طيب انا بستورد قمح وهفضل استورد، نعم، لان احنا عدد سكاننا قد ايه؟ شايف حضرتك بتشوف كل ده، دي قنوات فرعيه لري الزراعات على اليمين وعلى اليسار، يبقى تلاقي ايه؟ تلاقي محطات للرفع عشان اخد، لان خلي بالك انت هنا بتستخدم كمان الري الحديث، عندك في بعض المناطق تستخدم الري الحديث، ادي قنوات، شوف القنوات اللي شغاله طول ما انت ماشي كده، قناه 2 3 4 ترعى 2 3 4 شغال المشروع. بقول لحضراتكم عاملين حوالي 53 كيلو، 53 كيلو كيلو شبكة مية، 53 كيلو داخل المشروع ده، ده جزء حجم الترع اللي موجودة. شوفوا المساحة، المساحة اللي موجودة زي يمكن من القاهرة لحد بنها يمكن ولا حاجة، شوفوا المساحة، شوفوا حضراتكم قد ايه، دي المساحات الترع اللي تم شق المساحات ديت، شايف عرضها ايه؟ نتكلم 40 50 متر يمكن تقريبا، شايف؟ شايف البلد عملت ايه؟ ما الدولة بقول لحضرتك بتعمل جهد كبير، الجهد الكبير ده محتاج حضرتك كمواطن تصدق بلدك بجد. البلد مش ملهاش مصلحة تضحك عليك. مصلحة البلد إن تعمل لك اللي حضرتك محتاجه بجد، بتعمل ده. الدولة عايزة سد الفجوة الغذائية اللي موجودة، الدولة عايزة تحقق أمن غذائي، إحنا بجد محتاجين يتعمل ده وبيتعمل ده مع جزء للتصدير، ما أنا محتاج دولار. طيب انا محتاج النهارده قمح ازرعه في تشكا زي مستقبل مصر والدلتا الجديده، نعم، زي المنيا وبني السويف وزي سيناء، نعم. هو انا بعمل بس فين؟ بعمل في كل حته. شوف انا بكلمك على كم منطقه، بعمل حتى في قنا، بزرع في قنا، بزرع غرب المنيا، بزرع في بني السويف، بزرع في الفيوم في اللاهون، بزرع في غرب المنيا، بزرع في الوادي في الدلتا الجديده ومستقبل مصر، كل ده زراعه، بزرع في الريف المصري، كل ده زراعه، كل دي زراعات حديثة، زراعات جديدة، مساحات جديدة تضاف للرقعة الزراعية لمصر. نتكلم على 3-4 مليون فدان، مش بتكلم على مليون، 3 ده أنا بكلمك هنا على بس في تشكى لحد دلوقتي 560 ألف فدان، يوصلوا مليون فدان بالمناسبة، هيوصلوا لمليون فدان، ولكن النهاردة الشغل في مساحة 560 ألف فدان، خلص منهم كام؟ نص مليون. تاني فلما انتوا بتتكلم على الترعه اللي قدامك ديت، جبال ارتفاعاتها 50 متر، بكلمك الترعه دي اتشقت في جبال ارتفاع الجبل 50 مترا، يا مصريين والله اللي بيتعمل غير مسبوق، والله البلد بتتحدى كل التحديات والصعاب، رغم الازمه الاقتصاديه نعم، رغم مشكله الدولار نعم، رغم الاوضاع بس نعم، طب احنا نتوقف؟ ازاي نتوقف؟ بالمناسبة الرئيس لا يتوقف، ربنا يديله الصحة يا رب، ربنا يديله الصحة ويقدره ويساعده ونحمد ربنا والله على اللي بيعمله للبلد، مفيش كده، مفيش راحة. بقول لحضرتك الكلام ده اللي قدامك ده لا يمكن كان يتعمل، بقول لك جبال ارتفاعها 50 متر تتعمل وتتشال الجبال وتشق تشق الترعة دي قدامك عشان اوصل المية لمساحات الارض اللي انا عايز. بصوا شبكات الكهرباء شايفين على الشمال، مخلي بالك انت ما بتسيبش حاجة للمصاط، لا 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 لا، انت كل حاجة مدروسة يا جماعة. انا هنا بتكلم على مجتمع وتنمية، مش بتكلم على ارض زراعية بس وصناعية، مجتمع عمراني، في ناس هنا يبقى عندي، هيبقى عندي هنا مواطنين، هيبقى عندي سكان، هيبقى عندي مجتمع، هيبقى عندي تنمية، هيبقى عندي صناعة وزراعة وتنمية، واعمل هنا واعمل ما اعملش ليه تنمية ومدارس، هعمل ولازم يجي مرحلة اعمل. اذا انا عندي نص مليون فدان لحد دلوقتي تزرع، طب يبقى عندي مليون، كام واحد يسكنوا هنا؟ كام واحد يشتغلوا هنا؟ انا عندي من بلدنا من شطورة ناس بتشتغل هنا، انا بتكلم، شوف انا بتكلم على بلدي، بيشتغلوا هنا في توشكا، شغالين هنا، فالصعيد كله شغال، كله شغال. لما كنا في أرقين وقابلني أهالينا في أبو سمبل، لما بعد ما خلصنا احنا راجعين وعدينا كده قعدنا شوية معاهم، شوفوا الناس وانا يومها قلت لكم بيشكرونا، بيشكروا الرئيس قد ايه، قال لك المشروع توشكا ده فتح لنا بيوت فرص عمل، قالوا حتى الإشغالات اللي عندنا في الفنادق ما عندناش ولا أوضة بتفضى،
لانه شركات كتيره شغاله وكله بيقعد هنا ويجري على توشكا اللي هو ليه اماكن هناك. فانت لازم تبقى مفكر في مجتمع عمراني زي ما اعمل في الدلتا الجديد النهارده ومستقبل مصر، بعمل مجتمع عمراني واعمل مدارس واعمل تنميه مجتمعيه. فهنا بتكلم على تنميه مجتمعيه مش زراعه بس ولا صناعه، لا، يبقى عندي ناس، عندي تسكين، عندي بشر قاعدين هنا. لما انت النهارده بتوصل لهم خدمه القطار، القطار السريع وقطار البضائع، لانه المشروعات دي بضائع، فالاسهل بالنسبه لي ايه؟ استنى لحد ما انقل ازاي؟ لا، عندك القطر البضائع، القطر السريع اللي هو بنتكلم عليه موجود، يبقى انت عندك خط سكه حديد سريع وعندك خط سكه حديد بضائع، نقل بضائع فين؟ توشكا، مزارع توشكا، زراعات توشكا، التنميه اللي موجوده في توشكا، الشغل اللي بيتم في توشكا، عمل بيتم في توشكا، تنميه حقيقيه. الدوله النهارده ده اللي لما بتعمل النهارده الكلام ده، واتمنى يبقى عندنا بدل الشركه 100 شركه تروح الدوله. يا جماعه خلاص، والدوله فاتحه المشروعات النهارده للمواطن، فاتحه المشروع للمواطن وفاتحه المشروعات للشركات كمان الاستثماريه تروح تشتغل وتاخد هناك. خلاص الدوله شغاله النهارده. وعايز اقول لحضراتكم لما انت بتشوف شبكات الكهرباء قدامك، شوف الكهرباء هي ممتده، يبقى انت بتعمل تنميه قد ايه؟ كمل يا يوسف لو سمحت. وريكم حاجه النهارده، شيء مفرح بجد، شيء يعني مشروع متميز للغايه يضاف للمشروعات الكبيره اللي الدوله بتعملها. انت النهارده لما بتيجي تكلمنا على توشكا وتوريني توشكا، ما انا بوريك كمان عشان تتاكد يوم بعد يوم اللي ما يتم ترويجه ليك من دعايه سوداء. ما هو قال لك المشروع ده مش ناجح؟ ما هو قال لك. طب المشروع ده انا بكلمك على النهارده بتشوف فيه زراعات القمح، بتشوف فيه مختلف انواع الزراعات. الصوره هي اللي بتقول لك، صوره خلاص، التصوير الجوي هو اللي بيقول لك. ادي اهو شايف المساحات، الاراضي الزراعيه اللي دي النهارده في توشكا. وانا بقول لك النهارده خلصوا 500,000 فدان، بيشتغلوا عشان نوصل ل 560,000 فدان كمان النهارده. التصوير توشكا ده يعني ايه الرساله؟ يعني الدوله بتنام؟ لا، يعني هناك جهد هائل من الدوله شغاله عليه، كل الدوله شغاله، محدش يعني بتستغل اي حته النهارده، اي قطعه ارض واي مساحه ارض النهارده تبني، تزرع وتبني فيها عشان الاقي المواطن والاقي احتياجات المواطن ووفر احتياجات المواطن. انت بتتكلم على صوامع من شويه، بنتكلم على صوامع، يبقى هنا في عندك صوامع. بتكلم على مناطق لوجستيه، يبقى عندك مناطق لوجستيه. اتكلم على مساحات كبيره جدا بنستغل كل نقطه ميه، يبقى انت التنميه النهارده ما بقتش قاصره على لا يجي يقول لك طيب هو انا كنت افضل وعدد السكان اللي بيزيد، عدد السكان اللي كان 3 مليون ولا 5 مليون ولا 20 مليون ولا حتى 40 مليون هو اللي كان عايش على 6%، افضل عايش طول حياته انا 105 مليون ورايح ل 120 130 150 مليون. شوفوا الانتاج ده، بسم الله ما شاء الله، والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دكتور سيد خليفه نقيب الزراعين، اولا مساء الخير. مساء النور، تحياتي لحضرتك. كلمني يا فندم على توشكا النهارده، بتشوف ايه فندم اللي حاصل في توشكا حاليا اليوم؟ شوف النهارده يمكن الرأي العام كله والمصريين سعداء بما يتم عرضه النهارده واللي بيشاهدوه. وعايز اقول لحضرتك استاذ احمد، الدوله والسيد الرئيس اشتغلت في محاور كثيره في كل المحاور في كل الاتجاهات، انما من اهم المحاور والمشروعات اللي نفذتها الدوله المصريه هو المشروعات الزراعيه. وليه المشروعات الزراعيه؟ لانها مرتبطه بالامن الغذائي وبالتالي مرتبطه بالامن القومي. نعم. مشروع توشكا اللي احنا النهارده بصدده واحد من ضمن المشروعات القوميه الكبيره في مجال استصلاح الاراضي والتوسع الافقي. نعم. ومشروع توشكا كان الخلفيه الذهنيه عنه من 96، وانه لما اتعمل مفيد توشكا كان فيه المفروض ثلاث فروع للترعه، ترعه الشيخ زايد، هيزرعوا لنا تقريبا حوالي 200,000 فوجئوا بان فيه الجبل اللي حضرتك اتكلمت عليه. نعم. عشان توصل للمساحات المنبسطه، وده ارتفاعه ضخم جدا ومكوناته جيولوجية صعبة جدا، ولكن التحدي الدولة المصرية والسيد الرئيس ان يتم ازالة هذا الجبل وشق ادي الجبل اهو، وقت تفجير الجبل. سيادة النقيب اتفضل. ادي وقت تفجير الجبل قدام حضراتكم، اتفضل. وبالتالي بدل ما احنا كنا بنتكلم تقريبا على 200,000 فدان، النهارده بنتكلم على
560 ألف فدان هيوصلوا مليون فدان. نعم. وده التحدي الرئيسي. وكان هنا هذا المشروع. شايفين أستاذ النقيب، شايف الجبل قد إيه ارتفاعه؟ كل ده اللي تم تفجيره، يعني كان حاجة في عملية في منتهى الصعوبة، بس أنت عندك إرادة لازم تعمل ده عشان تشق الترع كمان، الترع في هذا المكان عشان، اتفضل يا فندم. وهنا الإرادة، وهنا الإرادة نعم. السياسية والسيد الرئيس نعم. إنه قال لابد الجبل ده ونعمل شق الترع عشان نوصل للمساحات المتوسطة الصالحة للزراعة. وعشان كده احنا النهاردة عندنا في هذا المشروع تقريبا ما تم استصلاح وزراعته حوالي 500 الف فدان من اجمالي زي ما حضرتك اتفضلت 560، هيوصلوا باذن الله الى مليون داخل هذا المشروع. في مساحات اخرى يمتلكها القطاع الخاص، بعض الشركات موجوده ايضا بتزرع قمح وبتزرع فواكه وتزرع نخيل. وبالتالي احنا هنا بنتكلم بس فقط على المشروع بتاع الدوله حوالي مليون فدان اللي هو مشروع توشكا. يا استاذ احمد الاضافه الفوائد الاضافه ايه؟ ما هنا ايه؟ انت لما تتكلم على مليون فدان او 500 الف فدان موجوده في تشكا زيهم في العوينات، 2 مليون فدان في الدلتا الجديده ومشروع مستقبل مصر، 500 الف فدان شمال ووسط سيناء. انا هنا بتكلم على المشروعات القوميه فقط. يعني بتتكلم تقريبا على 3 مليون فدان. نعم. يعني انت بتتكلم بالفعل على سد عالي جدا. وهنا حتى الاقلام اللي من الداخل بتتكلم النهارده ونوقف المشروعات وكذا، والاصوات الخارجيه ايضا اللي بتقول نوقف، نوقف ايه؟ ده لولا هذه المشروعات ولولا الاراده السياسيه وضخ استثمارات ضخمه كان وضعنا النهارده في قطاع زراعي وبيئي. طب ايه ردهم؟ مين اللي بيرد؟ المنظمات الدوليه. لما كان دوله رئيس الوزراء في قمه الغذاء في ايطاليا وتحدث المدير عام الفاو وتحدث المسؤولين، ومصر شغلت موقع مهم جدا في الفاو. نتيجة ايه؟ نتيجة هذه المشروعات، واشادوا بقدرة مصر في ازمة الكورونا والازمة الروسية الاوكرانية وقدرة مصر من خلال المشروعات الزراعية اللي نفذتها. ده كلام المنظمات الدولية وكلام كل المنظمات العاملة في قطاع الزراعة. وبالتالي احنا النهاردة كلنا لابد نكون فخورون ونطلب بالمزيد من هذه المشروعات الزراعية اللي هي بتحلنا حالة الأمن الغذائي وعاملة عندنا نوع من الاستقرار. النهاردة السيد الرئيس في رسائل حتى من خلال المداخلة التليفونية وتحدث عن القمح تحديدا والذرة. لأن القمح احنا تقريبا أكبر مبلغ من الدولار بيطلع لاستيراد القمح والذرة. احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الفواكه من الخضروات الحمد لله، ولكن التحدي الرئيسي اللي عندنا احنا بنستورد كميات كبيره من القمح وايضا من الذره، وبالتالي بتحملنا اعباء ماليه ضخمه للموازنه العامه للدوله. وبالتالي هنا هتبقى الاولويه للقمح والذره، للقمح والذره المحاصيل الاستراتيجيه الاستراتيجيه. وبالتالي النهارده لما انا حتى لما بنتكلم بنقول ان شاء الله نامل هيبقى عندنا 4 مليون فدان الموسم الشتوي القادم. معظم المساحات الجديده دي في المشروعات القومية، في الدلتا الجديدة، في توشكا، في العوينات، في الوادي الجديد. وبالتالي الوادي والدلتا حتى الزملاء اللي بيتكلموا أحيانا على أن احنا نزود المساحات القمح، محتاجين نزود مساحات القمح، محتاجين نطبق تجميع الحيازات الزراعية وتوحيد الحيازات الزراعية، بس احنا محتاجين عشان نزود المساحات في الوادي والدلتا المساحة محدودة بتكون على حساب محاصيل شتوية أخرى زي البرسيم محصول مهم بالنسبة للأعلاف، زي بعض البقوليات برضو مهمة. وبالتالي عشان نشجع أكثر في الوادي والدلتا محتاجين حزمة تحفيزية وإجراءات من الحكومة قبل زراعة الموسم الشتوي القادم، أن يكون هناك تحديد لسعر مرن، سعر مرضي لأهالينا الفلاحين قبل ما حتى نقول تجميع الحيازات وتطبيق الدورة الزراعية إلى آخره. لابد يكون هناك حزمة تحفيزية لأهالينا في الوادي والدلتا هنا عشان يزودوا المساحات. طب الحكومة وفرت التقاوي السنة دي، عندنا إتاحة إن شاء الله من تقاوي القمح تقريبا هتغطي مساحات كبيرة جدا للتقاوي المحسنة اللي هي عالية الإنتاجية، وده مجهود كبير. نقف سيادة النقيب، أنا عايز حضرتك تشرح لي هنا إيه؟ أنا للأسف مش قدام مش قدام التلفزيون. إنما اللي موجود في توشكا في بعض محاصيل طبعا النخيل. يعني واحة النخيل اللي موجودة أكبر مشروع تمور في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط موجود في توشكا. نتكلم على كام؟ قد إيه؟ إحنا داخلين تقريبا دلوقتي على 2 مليون نخلة في توشكا. داخلين على 2، وده أكبر
مشروع يمكن في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج التمور من الأنواع الفاخرة. نعم. في بعض النباتات أيضا المنزرعة اللي هي متعلقة بالنباتات الزيتية للتصنيع زي الجوجوبا. وده نبات مهم جدا. ده نبات اللي كنا بنعرضه. عبارة عن إيه النبات ده؟ النبات ده مصر دخلته سنة 96 لما دخل مصر، وأول مرة يزرع كان في الأقصر، وبالتالي بيتحمل الملوحة العالية، لو في ملوحة في مية الري بيتحملها، في ملوحة في التربة بيتحملها. ده بيدي بذور، البذور دي بنطلع منها زيت الوقود الحيوي اللي هو بيستخدم للطيران. دلوقتي دخل في صناعة المستحضرات الطبية والتجميل والكريمات، محصول مهم جدا جدا، العالم كله بدا يتجه ليه لانه محصول بيئي له عائد اقتصادي كبير جدا، محصول يتوافق مع الظروف البيئيه. وبالتالي ده ايضا مزروع في مساحات في توشكا، قدامنا مساحات كبيره كمان. بالظبط. ده محصول من المحاصيل الزيتيه التصنيعيه الهامه جدا. ففي عندك تنوع، لان انت عندك المناخ في مصر متنوع ما بين الجنوب وما بين الشمال وما بين الوسط، فبالتالي ربنا حمانا بهذا المناخ، بتقدر تنتج انواع مختلفه من المحاصيل نتيجه تنوع المناخ اللي موجود عندنا في مصر. ولكن عايز ارجع ثاني للقمح، لان موضوع القمح واحنا داخلين على الموسم الشتوي. فزي ما بقول لحضرتك، عشان الحوافز مبكرا وتحديد سعر وتشجع الناس، لان احنا محتاجين في الوادي والدلتا تزيد المساحات. طبعا المشروعات القومية سواء توشكا مساحات ضخمة هتزرع بالقمح، العوينات أيضا مساحات ضخمة، مستقبل مصر مساحات ضخمة، هنوصل إن شاء الله للأربعة مليون فدان اللي هتعمل لنا إتاحة وهتقلل معانا، لأن احنا تقريبا انتاجنا حوالي 50% وبنستورد 50% من القمح. وبالتالي توجيهات السيد الرئيس دايما على المحاصيل الاستراتيجية وتحديدا القمح والذرة. الرز ما عندناش مشكلة. وأنا كنت بتفرج على سيادتك امبارح بتعرض انه بعض الدول زي الهند حظرت تصدير الرز. لا، احنا الحمد لله الرز ما عندناش مشكلة، والموسم الجديد خلال اسبوعين هينزل السوق والحمد لله عندنا اتاحة، ما فيش مشكلة. انما التحدي الرئيسي ان احنا نزود مساحات القمح، والمشروعات القومية اتعملت اساسا للهدف الرئيسي بجانب المحاصيل الاخرى، طبعا المحاصيل البقول، المحاصيل الزيتية، انما لانتاج مساحات اكبر من القمح في هذه المشروع. هي دي اللي عملت لنا الاتاحة لزيادة المساحات بجانب طبعا المساحات اللي موجوده النهارده. كمان الدوله بتتوسع مش في منطقه معينه، انت النهارده بنتكلم اهو من اول توشكا واحنا جايين، الصعيد كله واحنا جايين لحد ما نوصل لحد سينا والدلتا الجديده، اللي هو انت مش مركز التنميه في مكان واحد، انت عامل توسع كبير جدا وبتستفيد بكل نقطه ميه. بص احمد بيه، كان سياده الرئيس في زياره السلوم من اسبوعين تقريبا. الساحل الشمالي حتى اللي بيزرع على معدلات مطر محدودة، لأن احنا منطقة جافة في مصر معروفة معدلات المطر فيها محدودة مع الشريط الساحلي اللي على المتوسط، عندنا بيزرع سنويا 450 ألف فدان شعير مزروعة على مياه الأمطار في الشتاء، بجانب مساحات محدودة أيضا من القمح، لأن القمح احتياج الماء بيكون أعلى شوية من الشعير. وبالتالي أنت النهاردة عندك لما بتتكلم على خطط التنمية وحتى خطط التنمية الزراعية اللي احنا بصددها، بتلاقي في أقصى الجنوب في توشكا وفي العوينات، لما بتتكلم في أقصى الشمال الشرقي في وسط وشمال سيناء، بتتكلم على حتى الزراعة المحمية، ويعني المشروع العظيم جدا اللي يعني كلنا فخورين به وبنطالب بالتوسع فيه، بتلاقي كل المساحات في المنيا وغرب المنيا وبني سويف وسوهاج وهنا المراشده واسوان، بتلاقي انت عندك خطط التنميه على كامل التراب الوطني، طول ما انت عندك موارد مائيه متاحه بتقدر تستغلها وعندك ارض صالحه للزراعه، وبالتالي ما بتسيبش شبر واحد في امكانيه ان انت تتوسع توسع افقي وتضيف مساحات جديده الا والدوله بتعمل عليها والسيد الرئيس برغم التكلفه الماليه الضخمه. وارجع تاني واقول احنا مع المشروعات القومية بنطالب بالمزيد من المشروعات القومية، لان هي دي مستقبلنا، هي دي مستقبل ولادنا واحفادنا والاجيال اللي جاية، وبالتالي ما يصار حتى في الداخل او الخارج ان احنا نوقف، لا هنوقف ايه؟ اولا النهاردة عشان تقول لي انا وقف مشروعات قومية، طب انا لو ما عنديش طريق، لو ما عنديش قطر سريع، ازاي هنقل منتجاتي من توشكا للدلتا؟ لو انا ما عنديش طريق، طب لو انا ما عنديش كهرباء زي ما حضرتك أبراج الكهرباء والطاقة عشان أقدر أعمل عمليات زراعة، ما تقدرش تفصل
محور عن هذه المحاور مع بعضها عشان تقدر تنفذ مشروع زي الزراعه. نعم. الزراعه مرتبطه بالطرق، مرتبطه بالكهرباء، مرتبطه بالموارد المائيه والري، مرتبطه بمحليات. النهارده مشروع توشكا ده هو مشروع زراعي تنموي صناعي، صناعي في صناعات بتقام عليه. نعم. تعلم حضرتك ان الجريد بتاع النخل اللي موجود في المشروع. أيوة. في مصانع بتقام عليه دلوقتي عشان تطلع منه بعض انواع من الخشب. نعم. طب الجوجوبا والجتروبا المحاصيل الزيتيه دي. نعم. في مصانع لابد تقام عليها عشان تعمل عمليات العصير. نعم. للزيوت واستخراج عمليات الزيوت. نعم. طب مين بيقوم بده؟ وفرص العمل اللي توفرت لاهالينا في هذه المناطق. بتعملوا صوامع النهارده والحبوب بتعملها صوامع. نعم. فبالتالي هي حزمه متكامله من المحاور مع بعضها. طب انا زرعت قمح عايز اخزن، لابد يكون في عندي صوامع للتخزين. نعم. يبقى عندي شبكه طرق عشان انقل القمح ده للمطاحن. نعم. ما تقدرش تقول النهارده اوقف، توقف ايه؟ ما انت لو وقفت حاجه بتوقف كل المشروعات. نعم. وبالتالي ده مش مطلوب، لا احنا عايزين مزيد من المشروعات، والسيد الرئيس ربنا يديله الصحه والقدره مع الحكومه على تنفيذ المزيد من هذه المشروعات اللي احنا كلنا فخورون بيها. وننسى الاقلام اللي في الداخل او في الخارج بتقول نوقف، لا هنوقف. طب احنا هنعيش ازاي؟ واولادنا هتعيش ازاي؟ نعم. واكلنا منين؟ النهارده يعني كل الشكر للقياده وللسيد الرئيس على السياسه الحكيمه الخارجيه وانضمام مصر للبريكس، دي اضافه ايضا حتى في قطاع الزراعه. يعني ما تقدرش النهارده البريكس ده احنا بنستورد منتجات زراعيه. نعم. بنستورد قمح، بنستورد بعض الخامات الاخرى من الصين المتعلقه بالاسمده او بالمبيدات. نعم. وبالتالي النهارده لما يبقى عندي انا داخل بريكس ده كله بيعزز قدراتنا حتى في قطاع الزراعه اللي احنا بصدده، لان جزء كبير من اتفاقيه البريكس بينصب ايضا على قطاع الزراعه. لا وما شاء الله انت ما شاء الله بتحقق النهارده يعني ارقام كبيره جدا في صادراتك الزراعيه. طبعا احنا يمكن السنه يعني دي يعني انت السوق المحلي عندك اكتفاء وبتصدر كمان، عندك فقر. صحيح صحيح. يمكن احنا السنه دي حسب ارقام وزاره الزراعه زايدين عن نفس الفتره من العام الماضي حوالي 700 الف طن زياده. نعم. وبالتالي دي بتحقق لك موارد. نعم. بتحقق لك عمله. نعم. صعبه نتيجه طب هي جت منين الزياده دي؟ نعم. جت نتيجه انه عندي اتحاد زياده ضفتها، وبالتالي الانتاج بتاعها زاد عن السوق المحلي، وبالتالي زاد عند التصدير. طب كلنا عايزين ده، كلنا محتاجين ده، نتوسع فيه ونزوده ونعززه، ومحتاجين اكتر يا احمد بيه عشان. نعم. اكون صريح. نعم. دعم لاهالينا الفلاحين. السيد الرئيس مش ناسيهم. ضريبه الاطيان بقى لنا 7 سنين تقريبا تم تاجيلها وبيتم تاجيلها، انما نحتاج حزم تحفيزيه لاهالينا الفلاحين في مختلف المحافظات عشان يحسنوا من انتاجهم، يحسنوا من جوده انتاجهم، حتى وبرضه نخفف الاعباء عليهم وعن اسرهم. نحتاج الى حزم تحفيزيه ليهم. النقطة المهمة جدا اللي لازم برضو ناخد بالنا منها. نعم. احنا كل هذه المشروعات بتستخدم الزراعة الذكية والزراعة الحديثة. نعم. بتستخدم طرق الري الحديث. نعم. وطرق الري المرشد. نعم. وبالتالي نحتاج ايضا الى تعليم زراعي مستدام ومناهج تعليمية تدرس في الجامعات والتعليم الفني تتواكب مع المستحدثات في الزراعة المصرية. اشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين، كل التحيه لحضرتك. سياده الرئيس دلوقتي في اولا كان اجتماع النهارده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه. سياده الرئيس ادى تكليفات مهمه للغايه. منح وجه سيد الرئيس الحكومه بمنح المشروعات الصناعيه المستهدفه حزمه حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء. ايه هي حوافز؟ حزمه حوافز، خلوا بالكوا، للتصنيع، الاعفاء من كافه انواع الضرائب عدا ضريبه القيمه المضافه حتى 5 سنوات. رقم واحد، اعفاء من كل انواع الضرائب ما عدا القيمه المضافه لمده 5 سنين. 2، لاني مشروعات المشروعات الصناعيه التي تستهدف صناعات استراتيجيه بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات. يعني مشروعات استراتيجية احنا محتاجينها هتاخد اعفاء من كل انواع الضرائب عدا القيمة المضافة. ده تحرك مهم لمدة 5 سنوات.
بشرط انه تنفيذ وتشغيل المشروع ده طبقا لحجمه خلال 3 سنوات. ده اولا تحرك عظيم جدا، كنا محتاجين الكلام ده بصراحة. امكانية مد الاعفاء يعني 5 سنوات وامكانية مد الاعفاء كمان لمدة 5 سنوات اضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. ده كلام مهم جدا، حوافز مهمة قوي. امكانية استعادة نسبة من قيمة الارض تصل الى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. ايه الاجراءات دي؟ ايه القرارات دي؟ ده تحول مهم. التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. توجيهات للرئيس الآن للحكومة. أولا، تاني نرجع تاني، الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات المشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية. ورئيس مجلس الوزراء هيطلع قرار تفصيلي يعرف ايه هي الصناعات اللي احنا محتاجينها بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات دي خلال 3 سنوات حسب حجم المشروع. بتاخد اعفاء من كل حاجة اسمها ضريبة. دايما كان يقول لك ايه الصناع ورجال الصناعة والاستثمار، عندنا ضرائب كتير انت كل شوية بتعمل. طب هو الرئيس قال لك مفيش ضرائب، كل انواع الضرائب يعني اعفاء منها ما عدا القيمة المضافة، ودي حاجة بسيطة قوي. القيمة المضافة حاجة بسيطة. يبقى كل انواع الضرائب سيادة الرئيس ادى اعفاء لمدة 5 سنوات كاملة ما عدا القيمة المضافة، بس بشرط تكون مشروعات استراتيجية الدولة محتاجاها. مجلس الوزراء هيطلع قرار مفصل بهذه المشروعات بس بتشتغل خلال 3 سنوات، عمل وتنفيذ وتشغيل خلال 3 سنوات. رقم 2، انه ممكن كمان يتم مد الاعفاء ل5 سنوات تانية. يعني الرئيس بيتكلم على 10 سنوات، 5 ثم ممكن اعفاء كمان لمدة 5 سنوات. يعني بنتكلم على 10 سنوات اعفاء من كل انواع الضرائب ما عدا القيمة المضافة، بس المشروع يكون ايه؟ مشروعات استراتيجية. الهدف منه النهاردة، الرئيس بيتكلم النهاردة على ايه؟ توطين 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 الصناعة. الدولة داخلة في ده. انت النهاردة الرئيس بيشتغل عينه بشكل واضح، توجه بشكل واضح توطين الصناعة، الدولار وتقليل فاتورة الاستيراد قولا واحدا. ما انت خلي بالك الدول بتاع البريكس كلها كده، كلها كده. فيلا مع بعض اهو. ما هو ده بالمناسبة ده بداية اول تحرك نحو ايضا البريكس. انت عضو في البريكس، فانت بتقول احنا النهاردة كله كسبان. طيب انت بتدي اعفاءات بالمناسبة، ما العالم كله بيعمل كده. كنا بنطلع نتكلم ونقول الحقوا الدول اللي حوالينا واللي جنبنا بيعملوا اعفاءات رهيبة جدا من كل حاجة، ورجال اعمال يقول لك هو فين الاعفاءات دي؟ طب الرئيس قال لكم اعفاءات ايه؟ ده بدل مش 5 سنين ده بيقول لك 10 سنين كمان، 5 وممكن يتمدوا كمان 5 سنين كمان. مفيش اي مشكلة من كل انواع الضرائب ما عدا القيمة المضافة. وانه كمان ان يبقى عندك مستهدف محدد حجم الاستثمار الخارجي بتاعك، يعني بتدخل عملة بتدخل دولار بتستثمر استثمار كبير جدا، وبالتالي نديك كمان يلا يا سي انت عملت استثمار كبير بديك كمان 5 سنين كمان اضافية. ادي 5 ثم امد كمان 5 سنوات اخرى. نتكلم على 10 سنوات، يعني 5 ثم قد يصل ل10 سنوات حجم الاستثمار اللي انت عملته قد ايه، اللي جبته قد ايه، دخلت فلوس قد ايه، شغلت قد ايه، وفرت لي قد ايه. ما هو المصنع اللي انا هعمله هنا لازم يوفر لي عملة. انا مش هستورد خلاص، انا بستورد ايه؟ اللي انا بستورده انا عايز اعمله جوه. يبقى رقم 1 القضاء على الدولار. القضاء على الدولار بمعنى ايه؟ مش يعني موضوع لا فاترة الاستيراد هي اللي مضايقانا، هي اللي تعبانة يعني. طيب انا اعمل ايه؟ اوطن الصناعة، اشتغل، انتج. يلا اتفضلوا، يلا اتفضلوا اشتغلوا. مجلس الوزراء هيحدد لك كذا نوع صناعات استراتيجية احنا محتاجينها لها الاولوية، هي اللي هتاخد الاعفاء 5 سنين الاول من كل انواع الضرائب. خلاص هي قول مرة واحدة ما عدا قيمة مضافة 5 سنوات. طيب حققت
العائد اللي مطلوب هديك كمان 5 اخرى اضافيه حققت اكتر، يبقى اكيد ما زي اخرى. ما هي الدوله النهارده كل ما بتعمل ده، خلي بالك من النهارده في كعكه الاستثمار في المنطقه، كله النهارده بيدي كل الحوافز والتسهيلات. احنا بالمناسبه اللي عاملينه دلوقتي عاملين تحرك متميز جدا في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعه في مصر. انت عندك ازمه كبيره جدا، دايما بنتكلم 60 80 90 مليار دولار حجم الفاتوره الاستيراديه، احنا عايزين نوصلها 20 كفايه. ولو قال لي يبقى كويس قوي، خير وبركه، مش لازم بكره بس بعد سنتين، بعد 3 سنين، يعني بعد سنتين 3 نقول كده، نقول ان احنا وفرنا لان احنا صنعنا. ما انا اصنع ما جبتش، اللي كنت بجيبه بالدولار مش عايز اجيبه بالدولار، مادي يجي لي مصانع، يجي لي الناس يعملوا لي يشغلوا. هروح لامريكان اجيب منهم، رايح لاوروبين اجيب منهم، رايح لاتراك اجيب، طب ما تيجوا تشتغلوا عندنا، اتفضلوا وانا بديك حوافز اهو، افتح بقى شغل لي ولادي، ايدي عامله اهو، خد حوافز، اعفاء ضرايب اهو، ما عدا قيمه مضافه، اتفضل 5 سنوات اشتغل، يلا عندك مصنع صغير، مصنع ايا كان حجم، خلص خلال 3 سنين ابدا اشتغل وانتج واشتغل، فنديك اعفاءات اهو. خلي بالكم ده تحرك مهم وتحرك ايجابي. الناس اللي كانوا بيسالوا والناس كانت زعلانه الوضع والدنيا والبلد، على فكره القرار ده اللي طلع دلوقتي توجيهات الرئيس الحكومه هتتهاجم. شوف انا بقول لك ايه قبل ما يحصل حاجه، انا بقول لك شفتوا عشان البلد واقعه، لا مش عشان البلد واقعه والله، البلاد كلها بتعمل كده النهارده، بلاد النهارده بتعمل كلها كده النهارده، كل دوله عايزه جذب استثمارات، جذب صناعات، توطين صناعات. هو اي دول بتعمل ده عملت ايه؟ ما في دول سبقتنا كتير قوي، دول بتصدر ب 300 400 مليار دولار صادراتها في السنه، ما هو من حاجات زي كده لانه بدا مبكرا، ادى تسهيلات وادى حوافز وكله راح. جنوب افريقيا النهارده بتعمل ايه؟ المغرب النهارده بيعملوا ايه في صناعه العربيات؟ جنوب افريقيا واحنا اللي احنا داخلين في هذا الملف صناعه سيارات، المغرب بيدوا كده كله النهارده. فانت النهارده بتعمل حركه في جذب الاستثمارات مع توطين الصناعات اللي احنا النهارده محتاجينها، بدل ما افضل مستني وعندي ازمه. ده في منظومه العربيات، لو انت عندك حاجه يقول لك لا والله اصل الموضوع مستنى شهرين ثلاثه عشان دي يجيب حاجه قد بكلمك، يقول لك لازم نستورد القطعه دي وهتجيلنا من شهر لثلاث شهور. انت متخيل حالك ممكن يتعطل وعربيتك تتعطل وتقف عشان كده مش موجوده عندك مستنيها تيجي. ده انا بديك مثل بسيط، قس على ده حاجات قد كده. طب احنا النهارده عندنا ايه فرص؟ هو في فرصه زي كده؟ ده اللي عندنا، دي الفرص اللي موجوده اللي الدوله بتتكلم عليها. اخبارنا ايه الليله؟ المفترض في زياره مرتقبه للفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده السوداني، مفترض انها زياره لمصر ثم المملكه العربيه السعوديه ثم دوله الامارات العربيه المتحده، المفترض يعني لسه ما فيش اعلان رسمي حتى الان. النهارده يعني هي بدايه لعوده المفاوضات مره اخرى، مصر السودان اثيوبيا. دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري النهارده جلسه عقدت النهارده بحضور الوفد السوداني والوفد الاثيوبي. الدكتور هاني سويلم كان ليه كلام طبعا، استمرار ملء وتشغيل السد في غياب، خلوا بالكم ده موقفنا الواضح والواضح والواضح، استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ 2015. يعني لازم نصل لاتفاق واضح في هذا الامر فيما يتعلق بالسد الاثيوبي. وزي ما بقول كده انه لازم يكون عندك اتفاق قانوني ملزم خاص بقواعد الملء والتشغيل
للسد ويراعي مصالح وشواغل الدول الثلاثة، يراعي مصلحة مصر وشواغلها، مصلحة السودان وشواغلها، مصلحة إثيوبيا وشواغلها. ودكتور هاني سويلم النهاردة أكد على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 في الخرطوم بين الدول الثلاثة. أكد الدكتور هاني سويلم وزير موارد المياه والري على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، وأكد على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود. إحنا والسودان عايزين اتفاق مكتوب ومحدد وملزم وواضح فيما يتعلق بالسد الإثيوبي. حسن النوايا ولكن لازم يكون عندي، لأن إحنا عندنا 11 12 سنة مفاوضات، وبالتالي لازم يبقى عندي دروس من الماضي. إحنا عندنا حسن النوايا، والنهاردة جلسة مهمة قوي، ولكن عودة إثيوبيا مرة أخرى، عودة التفاوض مرة أخرى بعد أن كان توقف على مدار الثلاث لأربع سنين اللي فاتوا، كان خلاص مفاوضات توقفت الثلاث سنين اللي فاتوا، خلاص ثلاث سنين توقفت مفاوضات منذ 28 أو من فبراير 2020 المفاوضات توقفت، مفيش جلسات. طيب تعود النهاردة، يبقى دي خطوة يعني ملموسة، ولكن ناخدها بطريقة اللي هي فيها تفاؤل كبير، ولكن يكون في حذر، وأنا بقول على الهوى لازم يكون في حذر. مش هقول إن أنا مطمئن، لأن عندي سوابق، ما عندي سوابق. وزير الري كان محدد النهاردة، كان محددا في البيان اللي طلع النهاردة. استئناف أمر مهم بعد لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في 13 يوليو الماضي هنا في القاهرة، وبالتالي وعلى هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان والفريق أول عبد الفتاح البرهان وأشقائنا في السودان، تنسيق كل ده بتنسيق وترتيب ودعوة كريمة من مصر. تعمل الاجتماع النهاردة، إثيوبيا لديها لغة أخرى، بتقولوا إن إحنا كمان، قالوا إن إحنا كمان يعني مصالحنا ومشاغلنا وحقوقنا، وبيتكلموا زي، عشان كده بقول لحضرتك يكون عندك حذر شديد للغاية. ما أقدرش أقول إن أنا متفائل، ما أقدرش أقول لك، مش هكذب عليك والله، مش هكذب عليك، ما أقدرش أطلع لك الموضوع خلص، لا لا لا، حذر شديد. نقول بداية، بداية خطوة بدأت، نستمر. إن إحنا عندنا 12 سنة، فشفنا اللي حصل في ال 12 سنة اللي فاتوا، فلازم يبقى عندنا يعني إنه عندنا مشاغل شواغل عندنا مصالح عندنا طلباتنا مش يعني زي ما بقول كده كله يبقى كسبان، يعني مفيش حد يقول ان انا اكسب لوحدي، لا، الجميع كسبان، مصر تكسب، السودان، اثيوبيا، الثلاثه. احنا ما عندناش مشكله ابدا في التنميه في اثيوبيا، وده خطاب مصر طول الوقت، ولكن كمان ما ياثرش عليا، ولا ياثر على مصالحي، ولا ياثر على حصتي، ولا ياثر على حقوقي التاريخية في مياه النيل. هذا أمر واضح للجميع. الجامعات العربية، انضمام مصر والسعودية والإمارات لبريكس سينعكس إيجاباً على الدول الثلاثة. لافروف وزير الخارجية الروسي يسخر من منتقد تجمع بريكس، يعملون بألسنتهم بينما نقدم أفعالاً ملموسة. توسع بريكس خطوة قوية، ده صحيفة الاقتصادية السعودية، خطوة قوية لعالم متعدد الأقطاب وبداية النهاية للهيمنة الغربية، عاملين تقرير مطول عن البريكس وصحيفة الاقتصادية السعودية. رئيس مستثمري الغاز المسال، تكتل البريكس يسهل على مصر التعاملات التجارية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية لتحقيق أعلى عائد اقتصادي خلال اجتماع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وبعد ذلك التكليفات الرئيس من شوية حوافز الخاصة بتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر. مصر تدرس طرح رخص جديدة لحديد التسليح العام القادم، بيتكلم على إحدى الشركات الروسية تعتزم إنشاء مصنع صلب في مصر بحوالي 500 مليون دولار. باستثمارات 60 مليون دولار، شركة صينية تضع حجر الأساس لمصنع نسيج في العين السخنة. الوطنية للانتخابات تبحث آلية عمل التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة. المجلس العسكري في النيجر لا نتحمل مسؤولية ما قد ينجم عن رفض السفير الفرنسي المغادرة، كانوا امبارح ادوا له مهلة 48 ساعة انه لازم يمشي، فرنسا بتقول لا مش هنلتزم، وانه ده مش مجلس شرعي، في حكومة شرعية، والرئيس النيجيري المعزول محمد بازوم هو رئيس الشرع، وبالتالي لن ننفذ قرار المجلس العسكري. المتحدث او رئيس اركان داخل المجلس العسكري عمل امبارح مؤتمر صحفي وقال اذا لم يخرج السفير الفرنسي هنروح نخرجه بالقوة، اللي جاي قد يكون هناك أزمة قادمة بمنتهى القوة، أزمة عسكرية قادمة في النيجر. النيجر حالة تأهب قصوى ضد أي تدخل عسكري. الرئيس النيجيري اللي هم حالياً يتولوا رئاسة إكويس، مجموعة اقتصادية لغرب أفريقيا، بيقول الحرب في أفريقيا ليست في مصلحة نيجيريا والمنطقة. الجزائر، وزير خارجية الجزائري أحمد عطاف عامل جولة لغانا، بنين، عدد من الدول اللي هي مع العمل العسكري ضد النيجر، وبيحذر أو الجزائر تحذر من التصعيد المحتمل في النيجر وتدعو لحل سلمي. لجنة التحقيق الروسية تؤكد مصرع بريغوجين في الكارثة الجوية، النهاردة طلعوا بيان وقال إنه فعلا تأكدنا إنه العشرة اللي كانت قائمة الركاب الطائرة الخاصة على متن هذه الطائرة كان منهم قائد وفاجنر، والعشرة هم بالفعل هم الأشخاص اللي كانوا على متن هذه الطائرة. ميدفيديف، الغرب يدفع نحو حرب عالمية ثالثة. رئيس وزراء إيطاليا الأسبق كونتي بيتكلم على استراتيجية الناتو في أوكرانيا فشلت. ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته بصورته الجنائية، اللي هي الصورة دي صورة ترامب لما دخل سجن فولتون مساء الخميس الماضي، خد الصورة دي حطها على الحساب بتاعه الرسمي، الصورة دي جابت له 4 مليون دولار في 24 ساعة. أكثر صورة يعني على فكرة شاف الصورة دي 225 مليون شخص، الصورة دي شاهدتها 225 مليون شخص، صورة ترامب، وجمعت 4 مليون دولار في 24 ساعة، وصل الرقم إلى 7.5 مليون دولار. قبل الصورة حاجة وبعد الصورة جابت له 4 مليون دولار. تحطم مروحية للجيش الأمريكي باستراليا على متنها 20 جنديا. المروحية اللي قدامكم ديت واضح انها سيئة السمعة، لانه ده ربما اكتر من حادث تعرضت ليه هذه الطائرة المروحية الأمريكية، وكان معاهم تدريبات مع في غرب استراليا، وفي 3 قتلوا وإصابة 17. المستهلكون يدفعون ثمن سياسة واشنطن لتحويل التجارة بعيدا عن الصين. رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي يدعو لضم الاتحاد الافريقي لمجموعة الـ20، عندهم اجتماعات الأسبوع القادم في نيودلهي. طلبت مساعدات عاجلة، اليونان تواجه أكبر وأسوأ حرائق غابات في أوروبا. غضب وتأهب في شرطة لندن، حصل إيه؟ حصل اختراق لأنظمة المعلومات في لندن. البنك الدولي عمل تقرير بيتكلم على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية اللي هو دعم المواطنين. انخفاض لأدنى مستوى، اليورو
يتلقى ضربة قوية على الساحة العالمية. وزارة الصحة دكتور خالد بفار: قدمنا 24 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة منذ انطلاق الحملة الشهر اللي فات يعني. وزارة التموين النهاردة دكتور علي مصلح وزير التموين والتجارة الداخلية كان في محافظة الأقصر مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع حجر أساس امبارح. الدكتور إبراهيم كان مشرفنا امبارح واتكلم على اللي حصل النهاردة في الأقصر، ده تاني أكبر مخزن استراتيجي للسلع الغذائية في الأقصر، والمخزن الواحد على مساحة 10 أفدنة بيتكلف 2 مليار جنيه. بنتكلم على 7 مخازن على مستوى الجمهورية، 7 مخازن دول هيغطوا كل محافظات مصر، فبنتكلم على استثمارات حوالي 14 مليار جنيه لمخازن استراتيجية للسلع هيكون فيها كل، بنتكلم على مساحة كبيرة جدا، 10 أفدنة لكل مخزن. ترند النهاردة مصر روسيا 80 عاما، 80 سنة على العلاقات المصرية الروسية، علاقات متميزة للغاية للغاية. الفيديو الأكثر مشاهدة أمريكا، أمريكا أكثر دولة بيحصل فيها قتل جماعي، الولايات المتحدة الأمريكية سلاح، أي حد لأن هناك عندهم الولايات بتسمح بحمل السلاح، تدخل محل سلاح تاخد سلاح وتروح تقتل في الناس، فأمريكا كده. ناس عندهم مخازن أسلحة في بيوتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، بكلمك على أمريكا أه، بيتكلموا على أمن أسوأ بلد تاني في الأمن، أمريكا أه، هو أنا اللي قلت؟ لأ، أرقامهم اللي بتقول أمريكا من بداية يناير لحد النهاردة قتل في أمريكا، دي الإحصاءات بتاعتهم 25، بص الرقم 25 ايه؟ 1000 في عام 23، 25000 واحد قتلوا بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية، وجرائم عنصرية وكراهية، جرائم ايه؟ عنصرية، مش واحد ولا اتنين، بكلمك على أكبر بلد فيها عنصرية وكراهية في أمريكا، مجتمع صعب جدا، البيض ما بيحبوش السود، وطلع متهم مجرم أبيض قتل 3 النهاردة ومن كام يوم 5 وقبله 17 وقبل 20 وقبل، بقول لك أمريكا بنتكلم على رقم 25000 واحد قتلوا بالرصاص في عام 23 في الولايات المتحدة الأمريكية، مفيش دولة فيها كده، في فوضى، سلاح في إيد الناس، مفيش أمن، بقول لك مفيش أمن، بيقتلوا الناس. طب شوف اتفرج اتفرج اتفرج، حوار اليوم نشوف النهارده عندنا ايه. النهارده نتكلم شويه على الفراخ، ونتكلم على اسعار الفراخ والبيض والاسعار، طبعا يوم طالعه يوم نازله، ايه الحكايه البورصه اسعار الدواجن. دكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن في الغرفه التجاريه بالقاهره، هيشرفونا النهارده نتكلم في هذا الملف ايضا، لانه مهم كمان المواطن، طلبات المواطن، ويمكن بعد شويه كمان هنقول لحضراتكم عندنا ملفات اخرى. طيب نروح للدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري للجامعات المستثمرين بعد توجيهات سيادة الرئيس للحكومة. دكتور محرم اولا مساء الخير. اهلا وسهلا فندم سمور، ازيك احمد بيه؟ زي حضرتك فندم. سيادة الرئيس النهارده توجيهات تتعلق بحوافز، بنتكلم على توطين للصناعات، بنتكلم على اعفاءات من الضرائب ما عدا الضريبه القيمه المضافه، ماذا يعني هذا التحرك من جانب الرئيس لدعم الصناعات الوطنيه وتوطين الصناعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. اشكرك فندم. عاوز اقول لحضرتك بمنتهى الامانه، فضل. المجلس الاعلى للاستثمار اللي سياده الرئيس شكله، نعم، واختار فيه اتحاد المستثمرين عضو، نعم، شرفنا باللقاء الاول مع سياده الرئيس، نعم، وكان شيء يعني مبهر لي شخصيا، نعم، لاول مره احضر مع سياده الرئيس مثل هذا اللقاء، نعم،
وكان الرجل صدره واسع جدا ويدي الكلمة لكل اللي بيتكلموا بلا خطوط حمراء وبيسمع كل اللي بيتقال ولا يقاطع أحدا. نعم. وخرج وطلبنا مجموعة حاجات من سيادة الرئيس. وقبل ما نخرج أصدر تعليمات ب 22 قرار. أيوة. غطوا أكتر بكثيرا من كل الحاجات اللي احنا طالبينها. نعم. غطوا كل الجوانب اللي احنا طالبينها. تساؤلاتكم وطلباتكم. أكتر بكتير والله من اللي انا طلبته شخصيا. نعم. لأن انا أمثل القطاع الخاص. نعم. في هذا الاتحاد. نعم. فكان شيء مبهر وخرجنا. هذا الكلام انعكس عليه على السوق بالكامل. وحصل نوع من الارتياح. لهذه القرار. نعم. رئيس الوزراء عمل اكثر من 3-4 اجتماعات وحضرناها مع سيادته. بيتابع تنفيذ هذه القرارات. ايوه. واتخذ قرارات صعبه للغايه كانت امنيتنا حاجات امل عندنا. ان هذه القرارات تتنفذ. الحمد لله اخذها سياده الرئيس في المرحله الاولى. نعم. النهارده كمل هذا اللقاء مع وزير الصناعة ودولة رئيس الوزراء. نعم. بمجموعة أخرى من القرارات وفي كده وفي تاني هيجي قرارات تانية وتالتة إن شاء الله عند سيادة الرئيس. بسم الله ما شاء الله عنده دايما في جعبته حاجات جديدة يفاجئ بها الناس ويطمن الناس على بلده. دكتور محرم، سيادة الرئيس وجه بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات اللي هي بنتكلم على صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، وانه مجلس الوزراء هيطلع قرار تفصيلي بيها، وانه بشرط ان المشروعات دي تنفيذ وتشغيل طبقا لحجم هذا المشروع في مدة اقصاها 3 سنوات، وامكانية مد الاعفاء ل5 سنوات اخرى لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار. تفضل. تفضل. هذه القرارات استكمالا للقرارات سيادة الرئيس اخذها المرة اللي فاتت. في فرصة جيدة جدا بنقول يا مستثمرين ما عادش ليك عذر. نعم. وانا بقول لنفسي كمستثمر ومعايا اتحاد مستثمري مصر. نعم. عندنا 40,000 شركة في الاتحاد. كلهم بقول لهم كل انسان بيحب هذا البلد يجيب مستثمر واحد ويجيب مشروع واحد. نعم. مشروع واحد فقط، وشطارة ان انا اجيب واحد يمول بالدولار من الخارج. وهي دي النقطة القوية جدا، ان انا اروح اخد الارض بالامر المباشر. ما تدخلش بقى في مناقصه ولا مزايده. أيوة. ولا الكلام ده. فالنهارده في مجموعه، وانا جاي الحمد لله مجموعه من المستثمرين في استثمارات اساسيه جدا ومهمه جدا للدوله. منين؟ ان شاء الله قبل نهايه هذا العام باذن الله. منين دكتور محرم؟ مشروعات. منين؟ من انجلترا على وجه التحديد. انجلترا. مستثمرين انجليز وامكانياتهم قويه جدا، وبداوا في العاشر من رمضان وعملنا دخلنا معاهم في مشروع كبير جدا للاعلاف ومركزات الاعلاف. ان شاء الله قبل نهايه هذا العام هيبقى في 5 مصانع جديده باذن الله تمويلها بالكامل بالدولار من الخارج وليست من السوق المصري. نتكلم على استثمار تقريبا قد ايه؟ المشروع الواحد فيهم في حدود من 15 الى 25 مليون دولار. عظيم. باذن الله تعالى. طيب ده احنا دي مرحله اولى، فاحنا بنتكلم على انه لانه دايما كانت الشكوى يقول لك محتاجين حوافز، اعفونا الضرائب كتير حاجه. سياده الرئيس النهارده قولا واحدا اهو اعفاء من الضرائب ما عدا قيمه مضافه، فيعني زي ما حضرتك بتقول ما فيش حجه. اتفضلوا. لا ما فيش حجه خالص. والله صراحه اللي بيطلب حاجه بيلاقيها. القرارات الجديده اول مره نسمعها يا احمد بيه. نعم. اول مره في احنا بننادي بالشباك الواحد ومش الشباك الواحد بقى لنا 30 40 سنه بنقول نفس الكلام وما فيش حاجه بتتعمل. نعم. النهارده رئيس هيئه استثمار أصبح عنده صلاحيات كبيرة جدا، رئيس هيئة التنمية الصناعية عنده صلاحيات كبيرة جدا، وكنت لسه الأسبوع اللي فات مع وزير الصناعة اللي قاعد مع سيادة الرئيس حاليا مهندس أحمد سمير. جميل جدا وبيدي قرارات سريعة. إن شاء الله الفترة الجاية دي هتشوف حاجة كويسة جدا. نعم. وأنا بقول لك هناك شركات اللي هو هتاخد نص المدة، لا أنا بقول لك هينفذوا أقل من المدة دي بكتير، فنص المدة هيكونوا. السيادة الرئيس كمان مدي توجيه التوسع في منح الرخص الذهبية. دي نقطة مهمة أوي. أنا عاوز أقول أهوت. اتفضل. وبقول الكلام ده رئيس هيئة استثمار، سيادتك لازم تقدم طلب لدولة رئيس الوزراء نقول له خلينا نتوسع ونبقى جريئين في اتخاذ القرارات وسرعة الإصدار الرخصة الذهبية. أنا عاوز أشجع الناس تيجي مصر. ومصر هقول لحضرتك مصر بلد الخير بس مستهدفة، وكل ما الرئيس ينجح اكثر كل ما هيبقى مستهدف اكثر. نعم. لكن مصر واقفه على رجليها وبقوه، وانا سعيد جدا بما حدث في البريكس
الاجتماع اللي فات شيء مشرف والله يا احمد بيه. هذا الكلام كان بعيد عننا. احنا الان بدانا نطمئن على مصر وبنقول للرئيس ربنا يوفقك واحنا معاك في ظهرك يا دكتور فترة. محرم كان بيقولوا الدوله واقعه والاقتصاد واقع، حضرتك بتقول لي مطمن على مصر؟ يا ريس اللي يقول لك الاقتصاد واقع قول له مصر كم مره ما دفعتش الالتزامات الدوليه اللي عليها؟ اي نمره اتنين قول له لما تبقى الدوله واقعه ازاي تمشي في برنامج تحيا مصر اللي في داخل ب 60% من القرى المصريه. حياه كريمه اه. دفعه واحد حياه كريمه. نعم. لو الدوله واقعه وخايف ازاي هكمل؟ النهارده احتياطي مصر من الاقتصاد من الدولار 45 مليار دولار بعد ما كان 30. نعم. اي كلام حبيبي مهما نعم. عمل الرئيس هيبقى هو مستهدف، مصر مستهدفه، سياده الرئيس مستهدف، انما انا بقول لحضرتك الايام القادمه جدا وبعد موضوع البريكس بالذات كمان هيبقى فيه نقد شديد جدا جدا، وضع طبيعي مهما تعمل. انا هسالك سؤال واحد. اتفضل. هل الناس كلها اجمعت على رسول الله؟ لا. هل الناس كلها اجمعت على رب العزه؟ لا. وضع طبيعي جدا. نعم. ان يطلع ناس كويسه، ناس معاك وناس ضدك وناس تحب الرئيس وناس تكره الرئيس. نعم. لكن احنا بنقول لك منصوره باذن الله والرئيس راجل جميل وربنا يوفقه. ايه المعوقات دكتور جدا. محرم اللي واجهتكم الفتره اللي فاتت بصراحه؟ اللي هي يا فندم؟ المعوقات اللي واجهتكم سواء رخصه ذهبيه اللي حضرتك سعيد بالتوسع او اي حاجات اخرى كانت بتواجهكم. ما انا هقول لك بصراحه يطلعوا يضربوني يا احمد يا موسى في عرضك. لا 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 اتفضل. أنا النهاردة الجزئية الوحيدة اللي أنا لسه بتابع معهم فيها الأراضي المرفقة. نعم. النهاردة ما طلعش أي إسناد أرض لأي مخلوق إلا لما تكون أرض مرفقة جاهزة للتصنيع تاني يوم الصبح. آه. نمرة اتنين عود الراجل ينزل من المطار يروح هيئة الاستثمار اللي هي الهيئة العليا المسؤولة عن الاستثمار في مصر. آه. والراجل اللي ماسكها راجل كويس جدا وبدأ يعني يفهم الدنيا شكلها إيه. ويتعاون مع المستثمرين. عظيم. انا عاوز الارض اروح سلام عليكم يا عم، انا عاوز 10,000 متر في العشر من رمضان، يقول له ايوه هنا حته هنا وحته انهين العباك دي ايوه يكتب اسمه عليها. خلاص ما يعملش لجان بقى، مش كل شويه لجنه لجنه لجنه. هو لسه اللجان شغاله؟ موجوده؟ لا لا لسه ما زالت اللجان شغاله. لسه ما زالت. بقى في فاسيلتيز اكتر يعني تجتمع اكتر. تسهيلات ليه اكتر شويه؟ اه. احنا عاوزين النهارده اللجنه دي تجتمع بصفه اذا كانت ضروره لان القانون كده تجتمع مره كل اسبوع. ما تقعدش كل شهر. وبعدين عاوز الراجل اللي داخل يستثمر ويقول انا هجيب كل راس مالي بالكامل بالدولار خارج مصر يبقى ليه معامله تفضيليه. هجيبه جوه مصر من بره لجوه. هو ده هو ده اللي نعاوزه. يكون ليه معامله متميزه شويه. بالظبط هو ده ان شاء الله. ودوله رئيس الوزراء بيترجم كل اللي احنا بنقوله. والله جميع المشاكل اللي عندنا بنبعت، احنا عندنا شكاوى كثيره جدا. العمل العام في مصر مرهق، خلي بالك. مرهق جدا. نعم. ولكن بيتجاوب معانا وبيحل هو والوزير الصناعه كل المشاكل اللي نبعتها لهم بقدر الامكان. الجزء الاخير اللي لسه ما اتحلش وانا يعني متابع معاهم هو موضوع الاراضي، وان شاء الله اطمنك قريب. لا يعني في اراضي النهارده بتتاخد من غير ما تكون مرفقه؟ لا بطلوها، لكن عاوزين الاراضي مرفقه عشان الناس اللي جايه. ايوه. انا عاوز اراضي تبقى مرفقه موجوده، اقول لك عاوز 10,000 فينا تديني 10,000 فينا بعد 5 دقائق. جاهزه. وتقول لي يا عم انت عاوز 10,000 اتفضل اهي، انت عاوز ايه تاني خد موافقه. احسن حاجه عجبتني في القرارات بتاع سياده الرئيس، انا طلبت منه يا ريس الناس بتاخد وقت طويل جدا عشان تاخد الموافقه الامنيه. نعم. الموافقات الامنيه. نعم. كانت بتاخد شهرين ثلاثه اربعه خمسه. فقال لي انت عاوز ايه؟ قلت له يا ريس عاوزين خلال شهر حد اكتر. قال له يا رئيس الوزراء 10 ايام فقط. تغيير جامل، جذر قرارات جريئه جدا. يخلص كل الموافقات؟ ايوه. كل الموافقات؟ ايوه. الدنيا بتتغير. طب هل حصل؟ يعني على ارض أيوة الواقع حصل أيوة ولا لا؟ ايوه ايوه حصل. حصل؟ ايوه. بتخلص؟ بقول أيوة. بقول لحضرتك عشان كده هناك ارتياح بين رجال الاعمال، والناس نفسيتها مرتاحه وعندها امل في بكره، والايام القليله القادمه هتشوف حاجه تعجبك باذن الله. هايل. طيب هل النهارده لو انا بتكلم على كان معانا من كام يوم المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئه التنميه الصناعيه، هل النهارده الخريطه لانه كانوا طرحين خريطه خلال الايام اللي فاتت، هل بتشوف الارض فين منتشره فين على مستوى الجمهوريه المحافظات المختلفه قطع الاراضي؟ شوف انا هو وصلني هذا الكلام النهارده فقط. ولسه لم ادخل في التفاصيل، لكن عبد الكريم شخصيه محترمه جدا. وبيدي اولويه مطلقه ومتفقين مع بعض انا وهو
على ان اللي هيدفع كامل راس ماله بالدولار يبقى له اسبقيه مطلقه وما يدخلش في اي مسابقات ولا اي مزايده ولا اي مناقصه على الاطلاق فورا. وهذا الكلام هيبدا من هذا الاسبوع باذن الله. هيبدا من هذا الاسبوع باذن الله. الاسبوع ده هيبقى فيه يعني في اجراءات او قرارات، في لجنه يوم الاربعاء القادم باذن الله هتحل هذه المشاكل، واحنا عرضناها على دوله رئيس الوزراء وعرضناها على وزير الصناعه والناس مباركين الكلام ده. طيب الدنيا بخير، الدنيا بخير، اطمئن وطمن الناس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والله دكتور محرم، انا بشكرك رئيس اتحاد المستثمرين، كل التحيه لحضرتك. يعني تمشي الدنيا تمشي زي ما الدكتور محرم اتكلم، في بعض المعوقات الحاجات دي لازم تتحل. انت النهارده بتتكلم على يعني قرارات، بتتكلم على اجراءات سياده الرئيس كلف الحكومه انها تعملها، وده في صالح دكتور محرم. قال لك كان عندنا حاجات كتيره جدا يعني صعبه، النهارده بدات تتحل واحده واحده، ولكن اسرع حاجه نلجأ نجعل انه البلد النهارده عندك قايمه مثلا اكثر من 100 سلعه ومنتج بنستورده. انتوا عارفين النهارده خطه الدوله ايه؟ بتكلم اكتر من 100 منتج بنستورده وسلعه بنستوردها. الرئيس النهارده شغله الشاغل كل السلع دي والمنتجات دي اعملها هنا. شوفوا التحدي، شوفوا التحدي. نتكلم اكتر من 100 نوع سلعه ومنتج بنستوردهم. شغل الرئيس النهارده الاجتماع مع رئيس الوزراء وزير التجاره والصناعه، عايزين نصنع ده في مصر. تخيل لو عملت ده، عشان كده الحوافز بقى. يلا نتكلم في مده اقصاها 3 سنين، ما انت عايز من هنا 3 سنوات يبقى انت حضرتك حليت الازمه اللي موجوده وما ترجعش تاني. ما انت ازمتك ايه؟ انا عايز النهارده اجيب حاجه معينه، منتج معين، لسه كنت بدي مثلا من شويه عليه، طب ما اعمله هنا، طب اعمله ازاي؟ الشركه دي تشتغل تجي لي هنا، انا بديها حافز اهو، بدي له حافز مثاليه مش حدش هيديها له. النهارده انت كمان عندك سوق هايل في مصر، 105 مليون 115 مليون. طيب عندك القاره الافريقيه وبالكامل 1.4 مليار، انت البوابه بتاعتهم، يبقى انت اكبر سوق النهارده موجود عربي وكمان للقاره الافريقيه، يبقى انت منفذ اهو، يبقى انت بريكس تشتغل عليها. اتكلم على توطين السيارات النهارده، ده بالمناسبه ملف رئيسي قدام الرئيس والحكومه، توطين صناعه السيارات. مش بتكلم على الصيني بس، واتكلم على انواع السيارات المختلفه تتعمل عندي، سيارات كهربائيه اولويه، سيارات بنتكلم على انواع السيارات المختلفه، ولكن اولويه كمان للسيارات الكهربائيه لانه ده المستقبل. اشتغل بالطاقه النظيفه، دوله شغاله في الملفات دي، زيارات المختلفه، لقاءات المختلفه. رئيس الوزراء في جنوب افريقيا راح لمصانع العربيات، كل انواع العربيات اللي هي موجوده عندنا، اللي هو يجي بره يقول لك مصر عندها كل، ايوه مصر عندها، مصر اكبر سوق موجود. فتعمل اشتغل على ده، وطن الصناعات دي في مصر، هتوفر لك دولار كفايه استيراد. ممكن ناس بتزعل، ولكن معلش في مصلحه اهم، مصلحه الوطن اهم من اي حاجه بصراحه. يعني في ناس متضايقه مثلا من، لا عندك اولويات، اولوياتك ايه النهارده؟ الاكل والدواء، اكل والدواء، مستلزمات انتاج. يعني في بعض الحاجات يمكن بتتعطل شويه عشان عايز تعملها هنا، مش عايز كل حاجه ابقى فاتوره دولار طالع دولار طالع. لا مش لازم الدولار يبقى طالع على طول كده، لان هو اصلا الدولار مش موجود عشان يبقى طالع. فنروح لفين؟ توطين الصناعات. ادي حوافز، اتفضلوا تعالوا، مفيش اكتر من كده النهارده. هذه القرارات اللي هي تكون جذب كبير طيب للمستثمرين ورجال الصناعه. نروح للواء دكتور سمير فرج. مساء الخير اولا على حضرتك. مساء الخير يا احمد ولكل الساده المشاهدين. خلينا نبدا النهارده من بدء وعوده المفاوضات فيما يتعلق بالسد الاثيوبي، بعد لقاء سياده الرئيس مع رئيس الوزراء الاثيوبي شهر يوليو الماضي على هامش اجتماعات دول جوار السودان.
بدأ النهاردة أول اجتماع في القاهرة. هل تابعت هذا الاجتماع إزاي؟ إيه المتوقع من هذه الاجتماعات وبدء عودة الاجتماعات مرة أخرى فيما يتعلق بملف السد؟ طيب النهاردة نقول إحنا بعد 10 أو بعد 11 سنة من التفاوض وما وصلناش إلى أي حل. نعم. النهاردة إحنا بنبدأ التفاوض مرة أخرى. نعم. التفاوض مرة أخرى نقول إن ده بعد لقاء سيادة الرئيس في 13 يوليو على هامش مؤتمر دول الجوار للسودان. واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبي أحمد إن إحنا نبدأ المرة أخرى المفاوضات اللي توقفت فترة طويلة 3 سنين. بنقول تقريبا ان هناك بعض الاخبار ان هناك ضغط ايضا على اثيوبيا من بعض الدول العربية والاجنبية. نعم. ان يجب ان تنهي يا اثيوبيا هذه المشكلة. خاصة الناس مش عارفة ان في اخر ايام ترامب لما دعا وزير الثلاث وزراء سواء المصري او الاثيوبي او السوداني وكانوا وصلوا لاتفاقيه في امريكا ومصر وقعت. نعم. وبعدين هم مشوا وما وقعوش، يعني معناها ان في على الاقل بيسك موجوده. نعم. ان احنا نمشي عليها. نعم. فبالتالي فرصه كويسه ان هذا الكلام يتم لان هناك ضغوط عشان تتنفذ هذا الموضوع. في البدايه عايزين نقول حاجه واحده. اتفضل. ان مصر حاطة مبدأ في هذه المفاوضات. ايوة. حق اثيوبيا في التنمية. وحق مصر والسودان في النصيب العادل من مية النيل. عظيم. ده اللي مصر حطاه. نعم. سيادة الرئيس من اول يوم. نعم. يا اثيوبيا انت عايز تنمي، انتوا دولة فقيرة وما عندكوش كهرباء وعايزين تنموا بلادكم بالكهرباء وعايزين تبيعوا كهرباء للناس التانية، حقكم. نعم. وبل سيادة الرئيس قال طب لما السد يطلع كهرباء هيتوزع ازاي؟ فانتوا عايزين شبكات كهرباء نقل وتوزيع. بالظبط. احنا عندنا النهى وعندنا الامكانيات وعندنا القدره نساعدكم. نعم. الهدف ليس ان احنا نقلل من التنميه في اثيوبيا. نعم. ولكن انتوا تنموا بلدكم وتدوا الدول الافريقيه اللي جنبكم وتكسبوا، بس احنا ناخد حقنا النصيب العادل في مياه نهر النيل. عظيم. طبعا ليه؟ لان احنا عندنا حق تاريخي 4000 سنه ميه بالجنه. نعم. وعندنا قانون امم متحده. نعم. بتاع الانهار. نعم. المنبع والمصب. الانهار العابره. والعابره. ايوه. فاحنا لينا حق تاريخي. نعم. وقانوني. نعم. فاحنا بنتمنى النهارده، طبعا معلش مصر طلعت تصريحات واثيوبيا طلعت تصريحات، وكان دايما ابي احمد يتلكك ويقول الميديا والاعلام المصري بيقوم الناس علينا، لكن احنا بنتمنى يا احمد. نعم. ان هذه المره، وانا ما اعرفش انا متفائل، انت. نعم. قلت في البدايه انت مش متفائل، لا انا متفائل لان الظروف المره دي كلها انا قلت لازم ابقى عندي حذر. ماشي يبقى. نعم. تمام. تفاؤل بحذر. انا معلش انا متفائل لان هناك بعض الظروف اللي استجدت في المنطقه الدوليه والاقليميه استجدت والدوليه. نعم. استجدت. ومش عايزين نقول بالتفاصيل ايه، لكن كلنا كنا بنتابع قريب ماذا حدث هنا وهناك، ولكن انا عندي تفاؤل المره دي ان شاء الله هتوصل هذه الاجتماعات الى حل زي ما قلت ان اثيوبيا تنمي واحنا ناخد حقنا في المية. انا مش عايز اقول تفاصيل وان الهضبة الاثيوبية بيقع عليها 7 سنين مياه غزيرة وبعد وان الجفاف والجفاف الممتد. نعم. مش عايزين نقول الكلام ده والنبي. نعم. يا احمد. حاضر. خلينا نتفائل النهاردة وان احنا بنبدأ بداية جديدة بعد 3 سنين توقف مفاوضات وهناك ضغوط دولية واقليمية. يعني نقول بداية. بداية. بداية ولا داعي ان احنا يعني نكبر المسألة لتسوية تنسيزة ما بيقولوا بالانجليزي، ونتوقع ويا رب ان شاء الله تتحل. احنا عايزين الخير. وعايزين الخير لهم ولنا. ولينا وللكل. لهم ولنا وللسودان. مظبوط. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سيادة اللواء دكتور سمير فرج، ربما عندنا منارات النجم الساطع بعد كام يوم، بنتكلم على 34 دولة، بنتكلم على 8000 مقاتل موجودين، بنتكلم احنا بدأنا مع الولايات المتحدة اعتقد ربما عام 80 ربما بعد. تمام. مش كده؟ تمام. فضل يا فندم. طيب النجم الساطع او البرايت ستار مصر. نعم. اعلنت
ان او القوات المسلحه ان من يوم 31 اغسطس ل 14 سبتمبر ودي دايما بتتم 15 يوم ولكن قبليها بتبقى في شهر وبعديها شهر وهي وصول القوات الامريكيه وبقيه الدول الاخرى. نعم. السنه دي زي ما انت قلت حضرتك 8000 جندي 34 دوله. مين ابرز الدول؟ هنقول لك حاجه بس الاول. فضل. لازم نقول ان في دول بتشترك بقوات ودول مراقبين. نعم. الدول بتشترك بقوات زي امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا، يعني دول اللي هم عندهم فلوس يجيبوا قوات بتيجي لحد هنا ويدفعوا وتتكلف الكلام ده كله. نعم. الدول اللي ما عندهاش تانية عايزه تستفيد. بس انا بتكلم عن 8000. ايوه ما 8000 ده انت دول يا احمد يعني 34 دوله. انت فاهم؟ انت شايف اللي بينزل الميه وكل دي قوات جايه باسلحتها بكل حاجه، بري بحري جوي، بري بحري وجوي ودفاع جوي كله وشؤون اداريه. اتفضل يا فندم. انت فاهم؟ فعشان كده بنقول ايه، ان في قوات هتيجي، الناس دول هتيجي بالقوات وبالاسلحه والمعدات، ودول اخرى هتيجي مراقبين. يعني ايه مراقب؟ دوله مش قادره تيجي تنقل قوات وتجيبها وبتاع، فبيجيب من 4 لـ5 من القاده، بتلاقي تقريبا معظمهم رئيس اركان الجيش. يعني ده اكبر قوه عسكريه في الجيوش في الخارج. تعرف احنا في مصر عندنا الوزير الدفاع قائد عام، لكن في كل الدول الثانيه لا، رئيس الاركان هو اللي بيقود. فهتلاقي رئيس الاركان جاي، رئيس العمليات، رئيس التدريب، يعني 4 5 بيتابعوا كل هذا العمل. عظيم. احنا من يوم ما بدات سنه 80 مشيت كل سنتين، ما فيش غير 3 سنين ايام اخونا اوباما تعثرت ووقف هو التدريب المشترك ووقف المعونه العسكريه في هذه الفترة، لكن نقول ان دي اكبر مناورة عسكرية بتتم في الشرق الاوسط. أكبر. مفيش مناورة في الشرق الاوسط بتتم 8000 عسكري 34 دولة. طيب السؤال بقى يا احمد، طب احنا بنستفيد ايه؟ او الهدف من التدريب الواسع ده اللي حضرتك بتتكلم عليه. احنا بنستفيد، واحد يقول لك لا، طب احنا بنجيب الناس دي كلها في مصر ونستفيد، هل بنستفيد حاجة؟ نعم. نمرة واحد، بنستفيد. وهم بيستفيدوا. ليه؟ انا دايما اقولها بس مش عاوز حد يضحك، احنا برازيل الكره المصريه في القوات المسلحه. احنا واسرائيل هم اخر دولتين قادوا حرب تقليديه بين قوتين كبار. بنحتفل بخمسين سنه على انتصارنا. بنحتفل ان شاء الله الشهر اللي جاي. اتفضل يا فندم. فانت عندك خبره قتاليه عاليه. انت واسرائيل، امريكا فين؟ امريكا اخر حاجه الحرب العالميه الثانيه. لكن بعد كده فيتنام بيضربوا طول النهار في اشف مزارع الرز. في افغانستان حرب جبليه ضد مصر، انما انت اللي حاربت فانت عندك خبره. فبالتالي اول حاجه بنستفيدها ايه يا احمد؟ الناس دي لما بتيجي زي ما انت شايف جايبه معاها اسلحه جديده، معدات جديده. فجايه تجربها. احنا كنا بنشوف الاسلحه دي فين؟ في المعارض اللي هي العسكرية. لكن هو جاي يجربها معاك وقدامك وقدام عينيك. وانت عشان كده احنا دايما بعد ما البرايت ستار بيخلص بحوالي شهر، القائد العام عندنا بيجمع كل القادة وكل قائد يقول له ماذا استفدنا من البرايت ستار. اسلحة جديدة يا فندم، شفنا كذا وكذا، ودي تنفعنا، لا دي ما تنفعناش. اساليب قتال جديدة كذا كذا كذا، كل الكلام ده احنا وهم. يبقى بنتعرف على الاسلحه الجديده اللي طلعت في العالم وبتشتغل قدامنا معانا على الارض. الحاجه الثانيه العقيده العسكريه. احنا احمل العقيده بتاعتنا عقيده قتاليه الروسيه من ايام ثوره 52. كل الدول اللي جايه دي عقيده عسكريه غربيه. طب انت لما اللواء مدرع بتاعنا بيخش في التدريب زي ما انت شايف دلوقتي وقدامه لواء مدرع امريكي، انت بالعقيده الشرقي بتحارب لواء مدرع بالعقيده الغربي، والسلاح الشرقي مع الغربي. بالظبط. ولا بس اهم حاجه بقى، انت العدو بتاعك مين؟ غربي. تمام. اذا انت بتواجه عدو غربي زي العدو اللي انت هتقابله. هم عشان كده مبسوطين. هو جاي يتضرب ليه؟ لان انت واخد العقيده الشرقي الروسي. فهو بيشوف العدو بتاعه من خلالك انت وتكتيكاته. فعشان كده بتبقى نقول ايه، كل طرف بيتضرب على العقيده بتاعته. حاجه ثانيه، رفع اللوح المعنوي. والله يا احمد ما هتصدق. احنا كذا سنه حضرنا وكنا بنقعد في الخيمه المشروع وعلى مينك سريه دبابات امريكاني M1A1 بالطقم بتاعها 4 × 10 × 40، وعلى شمالك سريه الدبابات المصري بيضربوا رمايه. طب ايه لما تبقى شعورك انت في نهايه التدريب والرمايه
ان السريع بتاعتك تجيب امتياز والسريع الامريكاني تجيب جيد جدا. او على الاقل انتوا الاثنين جيد جدا زي بعض. بتبقى انت عندك ثقه في سلاحك وفي ولادك. وبيبقى قاعد مدير مدراء هيتنطط وقاده الاولويه فرحانين باولادهم وعساكرهم وظباطهم، وانك انت 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 زي الامريكاني ومش احسن، ما انتش اقل منه. فكل دي شايف كل الكلام ده اللي انت شايفه قدامك، قوات مصريه وقوات امريكيه بيشتغلوا مع بعض. انت بتنفذ عمليه شبه حقيقيه. اللي انت لا تتخيل الطيارين المصريين طبعا ده بيطير بالاف 16 والامريكاني بالاف 16. لكن ده بيتبع الاسلوب الغربي ولا الشرقي. لما الاثنين لو الاثنين مصريين بيشتركوا مع بعض بيتدربوا هم واحد. لكن انت بتقاتل عدو جوي زي العدو بتاعك الاسرائيلي. طيب. وهو برضو الامريكاني مبسوط. لو احنا النهاردة بنتكلم على 34 دولة، بنتكلم على 8000 مقاتل موجودين، ده بيعني مسألة مصر عندها امكانيات، عندها بنية تحتية تتيح لها انها تستضيف هذا العدد من مختلف الجنسيات. الله ينور عليك. كل ده كمان بيقول لك ايه بقى؟ هو اللي هو الفتح الاستراتيجي. ان احنا عندنا بامكانياتنا، والنهارده قاعده محمد نجيب العسكريه، عشان كده انا من كام سنه لما قلت دي اكبر قاعده عسكريه في منطقه الشرق الاوسط، ناس لك الله، والقواعد الامريكيه اللي موجوده فين في الخليج وفين. لا لا احنا اكبر. احنا هنستوعب كل الكلام ده في قاعده محمد نجيب العسكريه. تمارين ميادين رمايه موجوده. يعني قاعات محاضرات موجوده بكذا لغه. اعاشه للناس دي كلها، اكل وشرب ونق. ده مش موضوع سهل وبسيط. انت بتعيش 8000 اجنبي له صفاته، كل واحد له طريقه اكل وشرب وخلافه. كل الناس دي بيجيب حاجات معاها. فلا شك انك انت بتستفيد. برضو التدريب على عمليات الارهاب يا احمد. برضو انت بتستفيد وهم بيستفيدوا. هم برضو عندهم امكانيات. يعني احنا اول مره نشوف العربيات اللي هي المدرعه اللي هي بتبقى ضد التفجيرات اللي بيحطوها الارهاب. لما جم الامريكان عندنا. وعشان بعديها بكام شهر كنا في امريكا ونقولهم عايزين العربيات دي نشتريها. واشتريناها. فبتبقى فرصه ان هذا التدريب المشترك بيعرفك على حاجات جديده، بتقدر انك انت تستوعب الاسلحه دي وانت بتديك قيمه. على فكره جلوبال فاير باور لما بيجي اخر السنه عشان يقيم مين احسن دوله ومين اقوى دوله، وهو ده بيبقى باعتبار بالظبط طبعا. احد وعايز اقول لك مصر هي اكتر قوه عسكريه في العالم بتعمل تدريب مشترك. كله عايز يجي يتدرب معاك. كله عايز يجي يشوف الخبره القتال المصريه. لانك انت عندك خبره وعندك ظباطك عظام، انت عندك ظباط الدفاع الجوي دول كل واحد فيهم يساله دو تقوله ذهب. موضوع الاعاقه اللاسلكيه انت بتشوف الامريكان بيشتغلوا ازاي، تشويش والحاجات دي بالظبط. فعشان كده انا بعتقد ان احنا سعداء ان البرايت ستار جاي وهنعود تاني الى ارض مصر وهنتدرب، نرفع كفاءه قواتنا المسلحه، ناخد خبرات جديده وهم هياخدوا خبرات جديده. طيب خلينا حضرتك واحنا بنتكلم ايضا على امريكا وعلى النجم الساطع نروح ل 80 سنه على علاقات بين مصر وروسيا، وكنا بنحتفل امبارح والصداقه الممتده بين البلدين منذ التحسس فيها حتى الان. تمام. اولا علاقه عظيمه وممتد فعلا 80 سنه. بدات امتى؟ بدات بثوره 52 يعني. لما الثوره قامت كانت احد اهدافها السته وانشاء جيش وطني قوي. الجيش قبل الثورة 52 كان بيتبع الاسلوب الانجليزي، فعشان كده الانجليز راحوا لعبد الناصر، انت عايز تعمل جيش يبقى عدد كذا عسكري وعدد كذا دبابه بتاع، لهم شكرا ورحنا دخلنا على الاتحاد السوفيتي. وعملنا اول صفقه الاسلحه التشيكيه سنه 55 كانت ب 250 مليون دولار. ومن يومها تحول الفكر العسكري والتسليح العسكري على الجانب السوفيتي او الروسي في هذا التوقيت. وحتى غيرنا العقيده العسكريه بتاعتنا. حتى ظباطنا كانوا بيروحوا يتدربوا في فرونز، المشير احمد سمينا الله يرحمه متدرب في فرونز. كليه اركان حرب في روسيا. الرئيس مبارك واخد اركان حرب بتاعته من فرونزا في الاتحاد السوفيتي. يعني التدريب والتسليح كله جاء من القوات السوفيتيه. اول حاجه بقى ان احنا طبعا هم وقفوا معانا في بناء السد العالي. وقفوا معانا في حرب 56 العدوان الثلاثي. والانذار الروسي الشهير اللي اكبر انجلترا وفرنسا واسرائيل انهم ينسحبوا من مصر. كان اول حاجه عملوها لنا كانت قويه يا احمد. بعد 67 احنا في 67 فقدنا كل السلاح بتاعنا في سيناء.
ورجعنا ما معناش حاجه. وانا كنت ظابط ما معيش غير طبنجتي، رجعنا من سيناء واي عسكري بالكتير معاه بندقيته. حقيقي الروس قدموا لنا سلاح جديد بالكامل، وكانت احدث الاسلحه اللي جات لنا في هذا التوقيت. وفي ظرف 6 اشهر او 8 اشهر كنا استعدنا جميع الاسلحه التي فقدناها وبل متطوره من الجانب السوفيتي. عظيم. الزورقين الصواريخ اللي غرقوا ايلات قدام بورسعيد منين؟ سوفيتي. حائط الصواريخ اللي احنا امننا بيه الهجوم على القناه كان السوفيت. الخمس كباري بتوع الخمس فرق من السوفيت. نعم. ولكن وبعدين بقى جابوا لنا خبراء، يعني احنا الكتيبه بتاعتنا كان عندنا خبير روسي في الكتيبه قعد حوالي 3 سنين 4 سنين. نعم. فحقيقه قدموا لنا مساعده هايله. الى ان جت قفله حصلت. ان الرئيس السادات، نعم، السلاح اللي كانوا هم مدهم لنا ده كان كله سلاح دفاعي. احنا كنا عايزين نهجم. نعم. فبالتالي السادات طلب اسلحه هجوميه. اه. هم قالوا لا. ودي مشكلة انك انت تعتمد على امريكا او روسيا او اي حد. نعم. لازم تعتمد على نفسك. نعم. فبالتالي امريكا روسيا رفضت تدينا سلاح هجومي. السادات اصدر من اهم القرارات اللي انا بعتبرها دايما مهمة، طرد الخبراء الروس قبل اكتوبر. قبل اكتوبر. اه. لان يا احمد يعني كنا نسألك لك ايه السادات صاحب قرار. نعم. الحرب والسلام. نعم. لا انا بقول حرب وسلام وطرد الخبراء الروس. نعم. لان لما كنوش اتطردوا كان ايه اللي حصل يا احمد؟ نعم. يقول لك هم اللي خططوا للحرب. آه. هم اللي حاربوا. نعم. فحقيقي يعني بحمد ربنا ان ربنا وفق السادات وراح طردوا الخبراء الروس، وبالتالي دخلنا حرب اكتوبر باسلحه دفاعيه تاني يا احمد. باسلحه دفاعيه. نعم. الطيارين المصريين كانوا بيطيروا بالميج 21 والسوكوي اللي مصنوع في الخمسينات قدام الفانتوم والسكاي هوك. سكاي هوك اللي كله كمبيوترايز. واولادنا كانوا عظام وشجعان. حائط الصواريخ تصطادهم، تصطاد الطيارات الاسرائيليه دي زي العصافير كده. الميج 17. آه. يعني مش عايز اقول لك، والحمد لله اثبتنا الكفاءه القتاليه. بعد كده الامور هدت شويه في العلاقات الروسيه المصريه الى ان سياده الرئيس سيسي جه وهو وزير دفاع زار روسيا. وحقيقي بوتين احتفى بيه احتفال كبير جدا. نعم. وكان من اهم حاجه انه زار مركز القياده الاستراتيجيه. نعم. وكان اول حد اجنبي. نعم. يزور مركز قياده استراتيجيه اللي الرئيس السيسي النهارده بنعمله في العاصمه الاداريه، وهنبقى احنا رابع دولة في العالم عندها مركز قيادة استراتيجي بعد امريكا وروسيا والصين، احنا مصر. نعم. ومنذ هذه الزيارة بدأ التعاون يحصل تاني بين مصر وروسيا. هم النهاردة بيعملوا لنا طبعا المفاعل النووي في الضبعة، وده طبعا حاجة كبيرة جدا. نعم. النهاردة طبعا انت شفت لو هتلاقي السعودية بتعمل واحد صيني عندها. آه. برضو نفس الكلام. لسه عندهم عرض صيني. عندهم عرض صيني. نعم. بيفكروا فيه يعملوها ولا لا. نعم. وبعدين عشان الامريكان تقريبا في مشكلة مع الامريكان. كانوا بيتكلموا على الامريكان، فيبدو الصين دخلت على الخط. دخلت على الخط وهتدي ارخص وهتدي تكنولوجيا. النهارده التكنولوجيا اللي اصلها نوويه بقت كويسه في كل العالم يعني. نعم. طبعا الروس بيعملوا لنا المنطقه الاستثماريه داخل المنطقه الاقتصاديه. نعم. كان في من حوالي اسبوعين ثلاثه كده في كان في حوار بين الشيخ محمد بن زايد وبوتين. في روسيا. بوتين بيقول له احنا بنعمل منطقه استثماريه كبيره في مصر. اه. فالشيخ محمد بن زايد قال له واحنا بنعمل ممكن نخش معاكم. فبوتين. آه. قال له نسال الرئيس السيسي. كانت حوار كان رائع. صحيح. يعني صحيح. فهم بيعملوا لنا المنطقه الاستثماريه. طوروا لنا المصانع الحربيه. المصانع الحربيه من ايام عبد الناصر ما كانتش اتطورت، طوروها لنا في الفتره اللي فاتت. فاعتقد ان العلاقات المصريه الروسية تستحق انها تحترم، وانا يمكن كتبت مقالة من اسبوعين لماذا يحب المصريين الرئيس بوتين وروسيا. احنا فعلا بنقدرهم وبنقدر كل ما قدموه لمصر خلال الفترة الماضية. حضرتك كنت من كام يوم ايضا بتكلم على الوثائق اللي اسرائيل بتتكلم عليها بعد مرور 50 سنة. شفت حضرتك الوثائق دي ازاي؟ بص يا احمد، هم لسه هم عاملين موقع جديد اسمه يوم كيبور او يوم حرب الغفران. بيطلعوا هذه الوثائق. وعاملين وثائق كتيرة. الفكرة الوثائق دي يا احمد هم لهم يعني هدف رئيسي. انت عارف ان بعد الحرب ما خلصت كان في مأساة في اسرائيل. ف
فعملوا لجنة درايف اللي هي حتى اسمها التقصير. اللجنة دي طبعا لحد النهاردة شوف 50 سنة لم تصدر اي نقول ايه من هو المقصر اللي هي لجنة اجرانات. واجرانات ليه؟ لان هو كان رئيس المحكمة العليا اللي كان رئيس هذه اللجنة. فسميت لجنة اجرانات. المشكلة كان في 3 حاجات. اللجنة طلعت قرار واحد وهو عزل رئيس اركان حرب القوات الاسرائيلية في حرب 73. تخيل انت بتعزل قائد الجيش. يبقى انت اتهزمت ولا لا؟ عشان لما يجي يقولك احنا انتصرنا، لا انت ما انتصرتش، والا لو كنت انتصرت انت كنت اديت رئيس الاركان ده اكبر وسام في اسرائيل. لكن انت عزلته ومنعه من تولي اي وظائف رئيسية في الدولة. تمام، انه تعرض لفضيحة في حرب اكتوبر. كارثة يعني، كارثة. ويوم 9 اكتوبر للاسف انا ما كانش معايش النهاردة، انت فاجئتني بهذا السؤال. كنت اجيب لك المؤتمر الصحفي بتاع جلدة مير وبوشا ديان اعلنوا هزيمة اسرائيل. ودي كانت اول مرة يتقال كده. وكان الهدف انهم يستجدوا امريكا تديهم اللي هو ما يخص الجسر الجوي. الحاجة التانية اللي اللجنة اجرانات ما حلتهاش وهو لماذا تأخرت جولدا مير عن استدعاء الاحتياط. ودي الحتة دي كانت للأسف بسبب ان احنا او في مصر نقول ايه، ضحكنا على اسرائيل. مش عايز اقول عشان ما حدش يقول ان احنا بنعمل حاجة. ان احنا في مصر اقنعنا اسرائيل ان احنا هنقول ايه، انت عرضته المقال. تمام. ان جولدا مير ما قدرتش تستدعى الاحتياطي لان الاستدعاء الاحتياطي ده بيكلفهم فلوس. اسرائيل عايشه على اسلوب الاتي، التلت القوات الجيش بتاعها عامل. والتلتين احتياط في البيت. فاحنا اولا اخترنا يوم 6 اكتوبر يوم عيد الغفران، ده عيد ديني ما فيهوش حركه. احنا خدنا كذا خديعه استراتيجيه عملناهم بالظبط. الحاجة التانية بقى ان كان في بيقولك الموساد عمل ايه. ازاي الموساد المخابرات الاسرائيلية اللي بتقول انا احسن مخابرات، وازاي ما اكتشفتوش؟ لا الاسرائيلية والامريكية السي اي اي كمان طبعا. انما انا بتكلم على لجنة اجرانات. طب انتوا فين يا موساد؟ ازاي مصر واسرائيل يعملوا الحشود دي كلها؟ مصر وسوريا وسوريا اسف. تعملوا الحشود دي كلها وانت ما تعرفوش. انت اذا انتوا مقصرين. اذا عشان كده هذا التقصير، عشان كده هم لجنة اجرانات ما لم تدين جولدا مير وموشا ديان وزير الدفاع، لم تدين المخابرات الاسرائيلية، وبالتالي هم عشان كده رفعوا بقى شوية وثائق سرية وهتبقى كلها معلش مضروبة. وانا بقولك انا عارف انا بقول ايه، وثائق مضروبة. طبعا طبعا. الله، انت لو في دي وثائق سرية مظبوطة طب ما قلتش ليه هدينا لجنة اجرانات. قول لنا اللجنة دي اللي قعدت تشتغل سنين. برئاسة رئيس المحكمة العسكرية العليا. فانت طبعا لا، ما يعني هو بيعمل الكلام ده عشان يغطي على لماذا لم يذاع تقرير لجنة اجرانات. لكن هو لو عايز يذيع الاسرار ورينا لجنة اجرانات. وعلى فكرة يدعونوت احرانوت اخذت حكم من المحكمة العليا باذاعة هذه اللجنة. وللان لم تذاع نتائج هذه اللجنة ولا هيقدر يقولوا الحقيقة. لا مش هيقدر يقول حقيقة. مش كده؟ طبعا هيقول احنا نهزمنا. لا طبعا. نعم، تعرضنا والرئيس السادات قال لك هنحارب هنحارب ورايحين للحرب. تمام، وده اللي حصل. طبعا انا ممكن احكي لك حكايه بس ظريفه صغيره بدل الساده المشاهدين. يوم 6 اكتوبر لما الحرب اتعملت في 3 صحفيين في بلجيكا كتير فرق. كل التحيه لحضرتك، 50 عاما على اعظم انتصار 6 اكتوبر. قلت لحضراتكم من فتره كده استعدوا، ان شاء الله استعدوا لهذا اليوم العظيم. نروح للدكتور علم صالح وزير تمويل التجاره الداخليه، النهارده كان في الاقصر، كان كلم ايضا على اهميه انضمامنا للبريكس. هل ده مفيد لينا ولا لا؟ نتكلم وزير التمويل اللي بيقول هل ده هيساعدنا في موضوع الدولار ونقص الدولار وفاتوره الدولار، فاتوره الاستيراد، السلع الغذائيه وغيرها، احتياجاتنا. ماذا قال الدكتور علي مصالحي وزير التموين والتجاره الداخليه عن انضمام مصر للبريكس؟ هل هيكون ليه تاثير علينا لصالحنا ولا لا؟ نتابع. الفايدة
دايما على قد مجهودك. فاحنا كنا عاملين مجهود ليس بالقليل مع روسيا ومع الصين ومع الهند، وطبعا عارفين ان احنا عندنا اتفاقية تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، فبالتالي المجال بتاعنا مفتوح. لو قدرنا ندعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملات المحلية سواء في مصر والدول الأخرى، وبالتالي نقدر نقلل الفجوة الدولارية اللي موجودة في الميزان التجاري، ونقدر نزود من صادراتنا ونقلل من اعتمادنا على الدولار سنة، وبالذات في الظروف اللي احنا عايشين فيها، هتؤدي الى انفراجة جيدة وتؤدي الى نوع من ضبط التضخم. دخولنا في البريكس هيبقى احد العوامل الدافعة لضبط هذا الموضوع. ده تصريحات دكتور علي المصالح وزير تموين التجارة الداخلية عن مصر واهمية ده، وقال لك ان احنا نتكلم مع الروس مع الصين مع الهند التعامل بالعملات الوطنية، وبينه وبين البرازيل كمان اللي هو ما فيش جمارك، وبالتالي دخلنا في هذا الملف ايضا الايجابي مع البرازيل مبكرا. قال ايه الدكتور علي كمان النهارده سيادة الوزير الدكتور علي المصالحي ايضا عن، وده بيبقى دايما مهم رغم اتكلمنا فيه امبارح وكل يوم نتكلم فيه، حضرتك تبقى عارف البلد عندها ايه، احتياطي كام، مخزون قد ايه، القمح قد ايه، السكر قد ايه، الزيت قد ايه، احتياجاتنا اللي هو اكلنا وحاجتنا واحتياجاتنا هل موجوده ولا عندنا نقص فيها. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن سعداء جدا انكم موجودين النهارده في محافظه الاقصر في ضيافه معالي الوزير المحافظ سياده الاستشاري مصطفى وكل الموجودين في المحافظة، ومعانا ممثلين عن شركة حسن علام القائمة بتاني مشروع في المخازن الاستراتيجية اللي احنا وعدنا الشعب المصري بناء على تصديق فخامة الرئيس في الخطة التطوير التجارة الداخلية، ان احنا عندنا محتاجين كشركة قابضة للصناعات الغذائية بالاضافة الى العمل في القطاع الخاص الى 7 مخازن استراتيجيه. لما بنتكلم عن مخزن استراتيجي معناه بنتكلم على 10 فدان، 10 فدان يعني فوق 42 الف متر مربع، يبقى موجود في مجموعات من المخازن. هذه المخازن ممكن تبقى لكافه انواع السلع، سواء مخازن للسلع الجافه او مخازن للسلع الحساسه اللي عايزه درجه حراره معينه وتتضبط، او مبرده او تجميد. وبالتالي تم توزيع هذه المساحه، وهنا بنتكلم في 10 فدان، واحنا كنا مع بعض وحطينا حجر الاساس في السويس منذ شهر ونص او شهرين، وادي تاني واحد في الاقصر، وان شاء الله في القريب العاجل هنحط حجر الاساس في الفيوم، وبالتالي يبقى اول 3 مخازن رئيسية من 7 هيتم عملهم. زمن المشروع بياخد حوالي 18 شهر حتى يمكن بناءه، من 18 شهر لسنتين، وبالتالي نتحرك الى مستوى اخر للحفظ على حفظ المواد الغذائية في ظروف جيدة، ومد فترة الصلاحية بتاعتها، ومن ثم تقليل الفاقة. لكان العالم كله بيتكلم في الامن الغذائي، احد محاور الامن الغذائي هو تقليل الفاقد. الفاقد في العالم قد يصل ل 30%، في مصر حوالي 25 ل 30%. تخيلوا لما ينزل ل 2 ولا 2.5% فاقد، نوفر قد ايه، وبالتالي نتيح قد ايه، وبالتالي الاسعار تبقى عامله ازاي. بالاضافه الى مثل هذه المخازن بتبقى مميكنه كامله، وزي ما شفنا في واحنا في الغربية في المنطقة اللوجستية ومخازن الأدوية، ازاي ان كل صنف على رف معين بكود معين معروف، وبالتالي مستوى المخزون يبقى معروف، اللي موجود وزمن دخول وزمن خروج يبقى معروف، الطلب نفسه بيتحضر قبل العربية ما تيجي، وبالتالي بنوفر ما نسميه حلقات التداول. هذا المخزن يستطيع ان يخدم من اسوان الى هنا
وبالتالي يقدر يخدم نص الصعيد، ومن ثم المخزن اللي هيبقى في اليوم هيخدم النص الثاني، وبالتالي يجب اعاده صياغه شبكات التوزيع اللي احنا بنشوفها. بيبقى في مخزن رئيسي على مستوى المحافظه، ثم مخازن على مستوى المراكز، ثم الكلام ده بيزيد من حلقات التداول. تكلفه النقل النهارده وصلت ل 15-20% من تكلفه السلع. فالوقت لابد ان احنا نقلل من تكاليف النقل. مثل هذه المشروعات الاستراتيجيه هي بتنقلنا نقله موضوعيه للحفاظ على السلع، وفي نفس الوقت تقليل حلقات التداول، وبالتالي نستطيع ان نوفر السلع باسعار مناسبه في جميع الاوجه. طبعا بنشكر معالي وزير المحافظ، وبنشكر جهاز تنميه التجاره، ونشكر شركه حسن علام من اوائل الناس اللي دخلوا معانا، وليس هذا هو المشروع الوحيد. طبعا بنشكر الكليه الفنيه، اللي في الكليه الفنيه كانت هي المكتب الاستشاري لوضع مواصفات هذه المخازن، وده ليس بالعمل القليل، عمل فني على اعلى مستوى، سواء من حيث الاجهزه ولا المعدات ولا طريقه التخزين ولا طريقه التداول ولا نظام المعلومات اللي بيحكم مثل هذه المخازن. احنا بنشكر كل المشاركين في هذا الموضوع، وزي ما قلت وليس مبالغه، بسبب معالي وزير المحافظ اول ما عرضنا عليه ادانا مثل هذه القطع من الارض اللي هي موجوده على محاور استراتيجيه وتقريبا تلت ساعه من المطار، وبالتالي تبقى موقع متميز. نتيجه ما بنتكلم في المنطقه المصريه اهم هذا الموقع وقرب من الطرق ومحاور الحركه، وبالتالي ان شاء الله تبقى اضافه كبيره جدا لمحافظه الاقصر، وكذلك اضافه غير مباشره لمحافظات المنطقه. وبشكركم طبعا على النهارده يبدو درجه الحراره كويسه، مش كده؟ هنفضل واقفين. برجع مع حضراتكم مره ثانيه، نتابع نشاط السيد الرئيس اليوم، اجتماعين مع السيد وزير التجاره والصناعه والسيد وزير السياحه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. نتابع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحويلية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار. الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام
2028. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، مع مواصلة الجهود الهادفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد. زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا كده، بنحب ننزل الأسواق كل فترة كده، ننزل السوق نشوف الأسعار أخبارها إيه، لأنه كمان رأي المواطن بيبقى مهم، ويهمنا كمان المواطن لما يعني يبعت لنا الحقه الأسعار السلع الخضار الفاكهة فيها مشكلة أو أسعارها حركة البيع والشراء قد إيه زيادة ولا لأ، في حاجات زيادة. والمرة دي يمكن من المرات اللي أنا طبعا الناس شايفة، بس كمان الناس شايفة كمان مش هنا، ناس متابعة كمان بره، يعني المواطنين اللي هتسمعوهم في السوق ده، يعني مواطن نازل يشتري او بيبيع فبتسأله الاسعار اخبار، يقول لك غالية، بس خلي بالك هي غالية بس تعالى بره كمان. يعني المواطن النهاردة بقى عنده وعي، بقى المواطن مش بيتكلم كمان على بلده بس، لا هو شايف عنده اسعار غالية هنا وشايف انه يعني وبره. وعشان كده بعض الناس يقول لك ايه، انا كنت الاول ممكن اشتري 3 كيلو ولكن النهارده اجيب كيلو واحد كفايه، كنت بشتري كيلو بجيب نص، كنت بشتري حزمتين مش عارف ايه اجيب واحده، كنت بشتري 5 اجيب واحده واجيب 2. يعني الناس كمان بدات يعني كل واحد يقول لك اللي انا محتاجه دلوقتي فقط، ما عنديش ان انا اجيب حاجه اركنها، لا محتاج النهارده كيلو طماطم هو كيلو طماطم، نص كيلو بصل هجيب نص كيلو بصل، لانه اسعار البصل حضراتكم عارفين زايده، اسعار البطاطس اهو بقى 12 جنيه وفي انواع كمان 6 جنيه، البطاطا 6 جنيه قدام حضراتكم اهو، طماطم مش عارف بقى بكام النهارده، الفلفل الحراق ولا الرومي ولا غيره اللي بقى ب 10 جنيه زي ما حضرتك بتشوف كده، قبل كده ممكن تقول لي كان ب 4 ولا 5، صح انا معاك ممكن في حاجات تانية ممكن ب15 بتنجان ولا غيره، ادي بقى الكوسة بقى بكام زي ما احنا يعني اسعار بتلاقي 10 هنا 18 هنا 17 هنا، بالمناسبة ممكن تلاقي حاجة هنا ب12 في مكان تاني هتلاقيها ب15، حاجات هنا هتلاقيها ب20 هتلاقيها في مكان تاني ب30، يعني بقى الحكاية حسب المكان، ادي مانجا ب35 في مكان تاني هتلاقيها ب50، يعني المكان هو بيحدد. السوق ده سوق شعبي، ده مش لا زمالك ولا مدينة نصر ولا الدقي، لا لا بكلمك ولا اكتوبر ولا الشروق ولا مدينتي، لا هنا سوق شعبي اللي هو الحاجة العادية بتاعت يعني اهالينا يعني، وهنا هي دي تعتبر اقل الاسعار، دي اقل الاسعار اللي موجودة، في حاجات اكتر من كده في حاجات اقبال طبعا مش يعني مش الطبيعي، ادي العنب اهو، ادي بناتي مش عارف بكام ولا هنا ب35 لكن تاني بقول في كميات طبعا ما فيش الاقبال اللي انت ممكن تتخيله، لكن ناس بتروح يقول لك عايز حاجه النهارده اجيب الحاجه دي اللي انا عايزها بس قضيني يوم يومين وخلاص ارجع بعد كده. الاول كان ناس تروح تشيل ياخد كام كيلو، ما بقاش الحكايه دي موجوده. تعالوا نشوف الناس كمان قالوا ايه. ايوه اكبر ابل حداقه. اعتاد المصريون صباح كل يوم التجوال في الاسواق لشراء احتياجات اسرهم من الخضروات والفاكهه التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وهو ما دعا الكثيرين من الأسر إلى الاقتصار في الشراء
عن ما مضى. بنختصر كتير مش حاجة واحدة بس، كتير يعني. البصل أقل حاجة يعتبر ملتزمات البيت في كل وقت. الوقت الكيلو ب20 وب22، احنا كنا بنجيب الثلاثة كيلو ب10 جنيه. النهارده كيلو البطاطس جايباه ب14 جنيه، كيلو القطة ب12 جنيه. يعني ما بناش نجيب الكميات اللي احنا كنا بنجيبها الأول، بنجيب نص الكمية مثلا، ربع الكمية مثلا. يعني مثلا واحد بيجي ياخد مثلا 2-3 كيلو قوطة، دلوقتي بقى ياخد كيلو. حضرتك مثلا بيقول لي ايه؟ 3 حزم كرفس ب5 جنيه، أنا عايز واحدة، خدت واحدة. ما خدش زيادة. عشان ما ارميهاش. مش هنبطل ناكل، بس بدل ما كنا بنجيب 2 كيلو بنجيب نص كيلو ونص بدل 2-3 كيلو. والحمد لله الدنيا بخير برضه. أسباب كثيرة يوليها التجار والبائعين لحركة البيع التي انخفضت كثيرا، منها الوضع الاقتصادي للأسر المتوسطة وانشغال البعض في توفير أساسيات معيشته. الحركة خفت، كنت دايما تيجي الأول ما تخش تعرفش تخش الشارع. غالية شوية بس موجودة، يعني من بص للبلاد اللي بره لا لاقي أكل ولا لا مش شايفة أمان خالص. هنروح نشتري ونيجي نبيع، الله أعلم مين بيغلي. والله القوطة الإنتاج بتاعها صح وكتر، هتبقى القوطة الكيلو ب2 جنيه، والقوطة لو اتضربت في السوق وسوق وزراعة بتاعتها قليلة هتبقى ب20 جنيه، صح ولا؟ فالمنتج الزراعي ده ماليش ربط أسعار. القيمة الشرائية للجنيه قلت، في تضخم جامد. يعني انت دلوقتي معاك ال 10,000 جنيه بيشتروا حاجات بقيمة كانت موجودة ب 4,000 فيما سبق، يا ريت 4,000 كمان. الغلاء عام في كل الدنيا، مش في دولة ولا في مصر ولا في حاجة، ولا في الفاكهة، في اللحمة، في البيض، في العيش، في كل حاجة. ايه اللي رخيص في البلد أو في أي حتة؟ السمع اللي احنا بنسمعه، كل الدول فيها غلاء، والغلاء ما تعرفش جاي من ايه، بسبب اوكرانيا، بسبب روسيا، بسبب الحاجات دي. حالة من الرقود تشهدها أسواق الخضروات والفاكهة، رغم توافر جميع احتياجات المواطن، إلا أن الأسعار المتغيرة يوما بعد يوم تجبر المواطنين عن العزوف عن الإقبال للشراء. محمد أبو شنب لبرنامج على مسؤوليتي. بعد الفاصل الأسواق الدواجن مع الدكتور ثروت الزين والدكتور عبد العزيز السيد، ولكن نتابع هذا التقرير. النهارده الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة بيشهد افتتاح المؤتمر العربي الأول لتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات. تقرير ثم فاصل والضيفين الكريمين. تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2023 عاما للشباب العربي، انطلقت فعاليات مؤتمر تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية بالقاهرة، وذلك بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة العديد من الجهات الدولية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف وأيضا شركة مايكروسوفت. الحقيقة في ملتقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، الحقيقة كان في يعني نقاش وابتكار، وسيادته وجه ان ممكن يكون عام 23 عام الشباب العرب. اتفقنا جميعا وزراء الشباب والرياضة العرب والمكتب التنفيذي الحقيقة ان احنا يعني نلبي هذا الفكر وهذه الدعوة. عام الشباب العربي في كل الدول العربية الحقيقة بقى فيه فعاليات كتيرة جدا، واحنا كمان كمصر اهتمينا ومهتمين بالفعاليات المصاحبة لعام الشباب العربي. أهم شيء فيها هو تجمع الشباب الشبابي، أهم شيء التجمع الشباب الشبابي، لأن ده بيوحد رؤى الشباب وفكرهم، كمان بيجعل قيادات المستقبل والمؤثرين من الشباب على لغة تكاملية واحدة. دايما بيكون في موضوعات، الموضوع يعني هذه المرة هي مؤتمر أخرجته وزارة الشباب والرياضة تكاملا وتعاونا مع اليونيسيف ومع أيضا مايكروسوفت، نحن نخاطب الشباب على شيء مهم جدا هو المستقبل. المستقبل مرتبط بسوق العمل في المستقبل، هو عبارة عن إيه؟ توقع لسوق العمل هيكون إيه؟ المهارات اللي مرتبطة بسوق العمل المستقبلية،
ازاي يتم الاعداد فيها، تنميه المهارات العمليه والابتكاريه، كمان سوق العمل، التحديات المرتبطه به واللي تواجه وتقابل الشباب العربي مش على المستوى المحلي، لان التحديات اصبحت موحده. يمكن بنسمع كتير لغه الكوكب، كان زمان يعني كلمه الكوكب دي مرتبطه بالفضاء وعالم بعيد، لكن دلوقتي اصبح الكوكب عباره عن القريه الصغيره الا وهو الكره الارضيه، لان بقت كل المشاكل واحده، بقت كل الموضوعات واحده. من هنا كان هذا المؤتمر اللي نظمته وزاره الشباب والرياضه مع شركائها لمده 3 ايام، هي واليوم الرابع كمان هيكون فيه استثمار التواجد العربي العربي للشباب في انه يكون موجود جوله كبيره، بيشوف مصر، بيشوف القاهره، بيشوف تطوير المشروعات اللي موجوده. يهدف المؤتمر لثقل مهارات الوفود المشاركة بما يتماشى مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي يعيشه العالم حاليا. كنت حاب أشارك لأنه أنا من أساس مبادرتي بتهتم بهذا المجال في الأردن. أنا بشتغل على موضوع تأهيل الشباب بالتحديد في مجالات زي درون، الروبوتكس، الأمور المستحدثة، في تنمية مهاراتهم وتطويرهم، لأنه يكون سوق العمل قاعد يتوائم حاليا زي ما احنا شايفين مع الوظائف المستقبل زي الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، السحابة، الحوسبة، فالأمور هاي كلها مهمة انه احنا نأهل الشباب قادر وواعي انه يتواءم مع هذا الشيء. المهارات الشبابية في ظل التزايد في تكنولوجيا المعلومات تحديدا واختلاف متطلبات سوق العمل، سوق العمل بالنهاية بطل يركز على الشهادة الجامعية فقط، صار يركز على المهارات الشبابية وتكنولوجيا المعلومات. هلا لما انت تيجي تحكي عن الشهادة الجامعية رح تكتشف انه نسبة البطالة صارت مرتفعة في جميع الدول العربية بشكل عام، عشان هيك لجأنا للوظائف المستقبلية عشان نستثمر في مهارات الشباب وتمكينهم ورفع قدراتهم. مشاركتنا كوفد قطري في المؤتمر اللي صار في مصر جدا من المؤتمرات المهمة، يعني حابين احنا نشارك الوفد القطري بهذا المؤتمر لتبادل الخبرات بين الشعوب المختلفة المشاركة في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى أنه يعني يعتبر من المؤتمرات اللي تغير من نوعية تفكير الشباب القطري والعربي بصفة خاصة، فنعطيهم فرصة أن هم يشوفون التطورات اللي بتصير بالبلدان الأخرى وتبادل الخبرات مع المجتمع العربي. مشاركتنا اليوم راح تعطينا مزيد من الخبرات وراح يعزز قدراتنا للمستقبل. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والاستدامة في العالم، شلون طريقة التعامل مع العوامل التكنولوجية الحديثة راح تعطينا مزيد من التطور في جميع أوجه المجالات. اليوم حتى كلمة معالي الوزير أعطتنا دافع وحافز للشباب العربي على مزيد من التحرك وأخذ الخبرات من جميع نقدر نقول المؤتمرات اللي قاعد تصير في العالم. كل الدول العربية مشاركة معنا، فده بيتيح لنا تجارب نطلع عليها بشكل مباشر. طبعا احنا هنا موجودين تبع طور وغير، مجموعة شباب موجودة هنا كان عندها ستارت ابس ونجحت فيها، فموجودين هنا نشارك ونتشارك. زي ما سيادة الوزير كان قال من شوية ان ده بيعكس مدى اهتمام مصر بالشباب بشكل عام وبالشباب المصري بشكل خاص. فرصة كويسة لينا وفرصة كويسة لأي حد ان هو يشارك في مؤتمر زي ده، وخبرات كبيرة جدا. طبعا بنشكر سيادة الرئيس ان هو خصص عام الشباب، عام كامل تكون لينا، مش شرط نكون احنا صف تاني صف تالت، لا احنا بنخلق كوادر ممكن تكون صف اول فيما بعد. مؤتمر تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات هو مظلة يجتمع تحتها الشباب العربي لتبادل الافكار والخبرات ليمتلكوا وسائل المستقبل في الوقت الحاضر. محمد القليوبي لبرنامج على مسؤوليتي. ملف الدواجن لانها صناعة فهو ملف مستمر معانا، يعني كل فترة بنتابع هذا الملف لأنه كمان يهم الناس، وإحنا عادة مناقشتنا لهذه القضايا لأنها تهم المواطنين. شرفنا النهاردة دكتور ثروت الزيني، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا دكتور عبد العزيز السيد، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك يا فندم. صناعة الدواجن النهاردة وصلنا فين؟ أسعار الأعلاف المفترض أنها نزلت، الدولة الفترة اللي فاتت أفرجوا عن كميات كبيرة جدا، هل ده كان ليها تأثير ولا لا؟ أكيد تأثير كبير لما بنقارن النهاردة بشهرين ثلاثة فاتوا. نعم. طبعا في تحسن كبير جدا في الوضع، في تراجع كبير جدا
بنسبة 30% يمكن 35% في أسعار الأعلاف. نعم. بنسبة 20-22% في أسعار الدواجن. نعم. يمكن النهاردة بنتكلم بأريحية شوية. الدواجن متوفرة، اكتفاء ذاتي موجود. نعم. لكن طبعا يمكن حسينا أكتر بقيمة الدواجن كصناعة في اكتفاء ذاتي في أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. وأن أهمية الدواجن النهاردة البروتين الأول. نعم. للأسرة المصرية. نعم. والحمد لله يمكن عشرات السنين احنا كل حلقات الدواجن موجودة. يمكن النهاردة القيادة السياسية في حزمة من القرارات لتوطين وتوطيد الصناعة المحلية. نعم. والصناعات الاستراتيجية بصفة خاصة. لسه النهاردة سيادة الرئيس مدى حوافز جامدة. فدي التحديات اللي بيعيشها العالم تستفيدوا منه من قطاع الدواجن؟ لازم لازم. على سبيل المثال احنا النهاردة انتاجنا المفروض في 2023 2030 يتضاعف. المفروض اوصل ل 2 مليار و200 مليون دجاجه. واوصل ل 21 مليار بيضه. نعم. نسبه لزياده عدد السكان وزياده نصيب الفرد المتوقعه. اللي هو كام دلوقتي؟ النهارده نصيب الفرد النهارده بنتكلم 12 ونص كيلو في السنه. وحوالي 100-110 بيضه. لكن المهم جدا النهارده كصناعه مليارديه في الاستثمار، مليونيه في العماله. نعم. صناعه وطنيه في ظل التحديات الموجوده النهارده. نعم. والظروف والتقلبات العالميه. نعم. النهارده يمكن سمعنا خبر يمكن من اسابيع ان البرازيل اكبر مصدر للدواجن في العالم معرض النهارده لاصابه انفلونزا. طب ماذا لو فالنهارده توطين وتوطيد الصناعه المحليه والصناعات الاستراتيجيه والامن الغذائي. نعم. بصفه خاصه ده مهم جدا بالنسبه لنا. البرازيل مصدر رئيسي مش كده؟ انا دلوقتي ما بس مش بستورد منهم. انا محتاج كميات بسيطه, بسيطة. جدا. لكن لسه بنجيبها ولا لا؟ كميات بسيطه. على استحياء. لكن زي ما قلت في اكتفاء ذاتي. في فائض موجود. يمكن في ابواب تصدير كمان النهارده. نعم. ده شيء ايجابي جدا. نعم. يمكن التحديات اللي حصلت من اكتوبر 22 لحد النهارده وسعادتك يمكن تابعتها. نعم. بصفه مستمره. نعم. لا النهارده درس مستفاد كبير جدا. لازم النهارده يكون في تسليط الضوء على الصناعه للحفاظ على المنتج. نعم. ان زي ما البروتين مهم جدا النهارده ان يوصل بسعر مناسب للمستهلك، لازم برضه المنتج النهارده يكون عنده فيه ثبات في الرؤيه عشان يقدر يبني دراساته ودخول دوراته. أنا طيب من اكتوبر بدايه الازمه لحد النهارده ايه الافراجات اللي تمت وفادتكم ازاي؟ بنروح للدكتور عبد العزيز. لا افراجات النهارده تمت النهارده يمكن الدولار النهارده يمكن موجود اكتر مخزون اكتر من شهرين من الدولار والصويا. ده ما كانش موجود. ده احنا اول مره نقول كده عندنا مخزون. سعادتك النهارده زي ما قلنا اساس العمليه الانتاجيه المنتج. نعم. المربي لازم يحس باطمئنان زي ما قلنا ان العلف موجود متوفر عشان يقدر يحافظ على ست الدوره دورات بتاعته. ست دورات. ست دورات. فلازم ما ينفعش يدخل دورتين ويقف دوره ويدخل دوره. نعم. التذبذب والتفاوت في الاسعار الموجود اللي هنتكلم عليه. نعم. كمان شويه ده بيجي نتيجه ايه؟ ان عدم توفر. لكن النهارده العلف متوفره في تراجع في الاسعار. في تراجع النهارده زي ما قلت 20-22% في. نعم. اسعار الدواجن. نعم. فده شيء ايجابي جدا. لكن هناك دروس مستفاده يهمنا النهارده هنرجع نتكلم عليها. دكتور عبد العزيز، هل انعكس الانخفاض ده على الاسعار بجد زي ما قال دكتور ثروت عندنا انخفاض 20-22% ولا ده كلام مش حقيقي؟ انخفاض النهارده لما اتكلم على الاسعار في عندي ثبات في الاسعار يمكن لمده اسبوع عندي 56 جنيه في المزرعه. ربما ارتفعت بالامس وصلت 58 جنيه لكن ده يعتبر في استقرار. لكن ما هي الاسباب الحقيقيه التي ادت الى هذا الاستقرار؟ ده مهم جدا. نعم. لازم نعرفه عشان كل الناس تبقى فاهمه الاستقرار جه منين. اتفضل. الاستقرار جه من ان انا عندي وفره في مستلزمات الانتاج. وبالاخص ان انا عندي الحصاد النهارده الذره الصفراء اللي بيصل انتاج منها 3.2 في ظل انتاجي الحالي ربما يصل 60-65% من الاساس. مليون طن. مليون طن. وصل انا الاحتياطي مش اثنين بس. ربما يصل الى 5 اشهر. ودي اول مره يحدث منذ عام. الماضي شهر 10 شهر 11. وده شيء يعتبر جيد جدا. كويس. ربما الفجوه المتواجده عندي في الصويا. لكن انا النهارده لما اقول ان انا عندي الذره الصفراء النهارده بيصل ب 11 جنيه اللي هو اللي هو الاوكراني وعندي البرازيلي والارجنتيني يصل حوالي 12-800 ده شيء جيد جدا وممتاز. قضيتي الاساسيه النهارده لازم اقول للناس
انا واقف فين؟ عشان المواطن برضك له دور عندنا. نعم. المواطن عمال يشتكي. نعم. انا مش قادر. نعم. الدكتور ثروت قال كلمه ان انا نصيب الفرد 12. هو 12 ليه دلوقتي؟ نعم. نصيب الفرد 21 كيلو 590 جرام. 21 كيلو 900 كل الحلقات مش الابيض بس. كل ده احنا عاملين بيان بالكلام ده كله. وزاره الزراعه، لكن ربما وصل لل 12 13 ريال. ليه؟ لان انا بنتج النهارده 60%. ال 60% حسب مدخلات المواطن بس بتكفيه. نعم. لان المواطن المصري النهارده كان بيجيب فرختين فبيجيب فرخه. نعم. عشان النهارده الاسعار كان العام الماضي كانت وصلت 32. النهارده وصلت 54 56. نعم. وانا بقول لك في ظل الانخفاضات المتتاليه وتوفير مستلزمات الانتاج المتواجده يستطيع يصل اقل من ذلك. لكن ما ينفعش ان انا اقول لا خلي بالك السعر ده لمده 6 شهور. السعر ده انا اضمنه ولا مخلوق في مصر. ولا الاتحاد ولا اي واحد في مهنه صناعه يستطيع ان يحدد تكلفه وسعر فوق. متى يحدث هذا؟ حينما يكون عندي احتياط استراتيجي. عندك طيب المنتجات لسه لسه اقول لك اهو. احتياط الاستراتيجي حينما يكون لديك وتقول لي ان الاحتياط المتواجده عندي ده. أيوة. 11 جنيه لمده 6 شهور. 3 اشهر يقدر اتحاد منتجي ده يقول لك طب احنا عندنا استعداد ان احنا نتكلم في التكلفه ونقول ان احنا مقدر نثبت دورتين انتاجيتين. وكنا بنتكلم قبل الحلقه. نعم. ان كان زمان في رابطه خاصه بالمنتجين وكنا بنقعد نقول والله الانتاج قد كده. نعم. والسعر قد كده. نعم. نقدر نعمل؟ نقدر نعمل. بس عاوزه تكاتف. نعم. وعاوزه خطه موجوده. مين اللي يقدر يعمل يا فندم ده؟ النهارده لما اجي اقول انا وزاره الحلقة الزراعه الحاجه بتتكلم عليها المفقوده دي. وزاره الزراعه بتقول والله احنا عاوزين قد ايه من النهارده زي ما قال الدكتور ثروت. 20 30. انا عندي زاد مطارد في اعداد السكان. نعم. 3 مليون. نعم. النهارده يبقى قد كده ده بيحتاجهم قد ايه؟ 1 2 3 4. نعم. يبقى انا عندي الجدود 360,000 جده. نعم. المفروض يبقوا مثلا 400 يبقوا 500. نعم. انا عندي الابهات قد ايه؟ 12 مليون يبقى 15 مليون. انا بنتج 1.5 مليار. نعم. المفروض 2.2 2.5 ايه مليار. مليار. كل ده خطه موجوده ونطورها 1 2 3 كل سنه هزود الكلام ده كله. اذا حدث الكلام ده كله اقدر اظبط الدنيا ويبقى هو مستريح وانا مستريح والمنتج وايضا المواطن، لان المواطن له دور كبير جدا عندنا. مشكلتنا الاساسيه ان المواطن النهارده بيشتكي من الاسعار. صح. لازم اقول له خلي بالك. صح. يعني السعر تكلفته ازاي؟ انا الكتكوت بقد كده، العلب بقد كده، عندي نسبه دافئ، عندي مش عارف ايه، عندي تحصينات، فالتكلفه الفعليه الراجل ده اللي بينتج ده مش حرامي، الراجل ده يا دوبك عنده هامش ربح ضئيل جدا عشان يعيش زي ما حضرتك عايش. لازم نوصل الكلام ده كله كويس قوي. ولما يكون عندي في ارتفاع اسعار غير مبرره لازم انا اقعد اقول. سواء حصلت. بس حصلت كان في اسعار غير مبرره الفتره اللي فاتت. ربما احنا بنتكلم الاسعار. حينما ارتفعت اسعار مستلزمات الانتاج. واتكلمنا عليها ما حدش سكت. نعم. سواء الغرف التجاريه. نعم. سواء الاتحاد تحدث وكانوا بيشتكوا واحنا. نعم. كنا بنشتكي. نعم. لما يوصل الصويا 43 لازم اشتكي واتكلم ازاي. نعم. لكن لما تدي الاسعار تنخفض نعمل انضباط. نعمل نوع بقى تعالى يا جماعه احنا عايزين نعمل 1 2 3 4. الاتحاد له دور ودور كبير. نعم. الغرف لها دور ودور. نعم. كبير. نعم. كل واحد مننا لما يقوم بدور يكون في تناغم وتوافق وفي تحركات ايجابيه هنصل الى حلول ممتازه تفيد المنتج وتفيد البلد والمواطن. وتفيد المواطن في عظيم. طيب اذا حصل الكلام ده دكتور ثروت الكلام بيقوله دكتور عبد العزيز بتشوفه ازاي كاتحاد منتجين؟ والله هو شيء جميل جدا ان احنا نعمل سياسه ونعمل خطه. بس عايز اقول الظروف اللي احنا تعرضنا ليها على مدى نهايه كمنتجين العالم. ولا دوله؟ الدوله والعالم كله. النهارده في ظروف النهارده عالميه اثرت تاثير شديد جدا في الوضع. نعم. في العالم وفي مصر. نعم. النهارده كويس جدا ان عندي مخزون 2 3 شهور من الخامات. وده شيء جميل. نعم. بس ما اقدرش احكم السعر بتاعه. ان الدولار بتاعه مش متوفر. النهارده بنعمل افراجات شبه يوميه. نعم. على قد عشان مشكله النقد الاجنبي. نعم. ففي الظروف الطبيعيه لا انا بتكلم على كميات لسه في المواني ولا دخلت؟ لا الكميات في المواني. المواني. بس دي لحساب الغير لحساب المورد الخارجي. لما بتدبر. لما بتدبر النقد الاجنبي يعني ما اقدرش اجي جنبها. ما اقصدش هي موجوده عندي مش دعوه السعر. لكن انا اللي داخل البلد اقدر اتكلم عليه. لا ال 2 مليون وشويه لحاجه بتكلم عليهم دول جوه ولا بره؟ لا ده هو ده انا بتكلم عن الانتاج بتاع مصر. انتاج مصر. انا انتاج السنه دي. نعم. انا بتكلم عن انتاج. نعم. بنتكلم عن انتاج المحلي. الموجود المحلي. لكن انا بتكلم المخزون الموجود حقيقي النهارده من الذره والصويا النهارده محلي في جزء كبير جدا احنا عندنا 70 80% مستورد. نعم. ده مرتبط بالنقد الاجنبي وتوفير النقد الاجنبي وعارفين الظروف والتحديات الكبيره جدا. الصويا نزل كام دلوقتي؟ لا ده نزلت النهارده لما نيجي نحسبها حتى كنسبه اكتر من 35%. في وده شيء كان في ظروف غير معتاده. نعم. وظروف قاسيه جدا. نعم. وللاسف وكان في تشوهات سعريه. نعم. غير منطقيه. نعم. كل ده الصناعه عاشته. المشكله يا احمد بيه احنا تعال نتكلم في ماده حيه.
بنتكلم في سلعه غير قابله للتخزين. نعم. النهارده لازم من ضمن اهم درس مستفاد النهارده. أيوة. ازاي استفدت؟ اذا ما استفدتش من التجربه ومن الاخطاء ومن التحديات اللي حصلت، انا عندي بنيه تحتيه من الجلود. عندي فوق 360 الف جده موجوده على ارض موجودة. مصر موجود عندي النهارده. وصلت لمرحله ان عندي تجاوزت 14.5 مليون ام. تجاوزت النهارده 40 مليون دجاجه ام بيض. فعندي كميات النهارده كل حلقات الدواجن، معامل التفريخ، المجازر، مصانع الاعلاف. نعم. كل البنيه التحتيه موجوده ومهيئه لمضاعفه الانتاج في 2030. نعم. المشكله النهارده كماده حيه عايزه استقرار، عايزه ثبات. ليه السعر مش ثابت يطلع وينزل؟ ليه؟ ده سؤال مهم جدا. ولازم النهارده نجاوب عليه. وفي مين؟ وله حل. النهارده التباين والفلكتويشن اللي بيحصل في الاسعار، طلوع نزول. نعم. دي سلعه خاضعه تماما للعرض والطلب، وماده حيه، وماده النهارده في 100 مزرعه يفتحوا بكره. نعم. بعد بكره ممكن يبقى 120 مزرعه. الاسبوع الجاي ممكن خلال ساعتك تلاقي 90 80 مزرعه. نعم. وفقا لآليات العرض والطلب بالزيت. نعم. ازاي نعمل ثبات؟ يعني معظم الدول اللي حوالينا في شبه ثبات النهارده في اسعار الدواجن. ان الدواجن في كل دول بتتم تداولها يا مبرده يا مجمده. نعم. لكن الذبح الحي ده يوم بيوم ده مش موجود غير عندنا. غلط. غلط. عشان ادي قيمه مضافه النهارده. نعم. المربي عشان يقدر يقول النهارده انا هبيع ب 55 او ب 57 يقدر يحسب حساباته. نعم. الاسعار العاليه مش منطقيه، وبرضه الاسعار اللي تخسر المربي مش منطقيه. نعم. سواء في الكتكوت توازن او في، لازم يكون في توازن. هيجي التوازن منين؟ لا، حان الوقت. نعم. للتطبيق الجزئي لعدم التداول الحي. القانون 70/2009 لازم. نعم. النهارده يعني في قانون ومستمر الدبح، اتفعل قبل ثوره يناير. لفتره، وكانت خاخط الدبح عندنا. نعم. ربع الموجوده حاليا. نعم. احنا عندنا طاقات دبح النهارده لا يستخدم منها غير 20%. نعم. فلازم يفعل القانون. نعم. من الشكل الصحي. نعم. من الشكل الحضاري، احنا النهارده بننشر السياحه. من الشكل الاقتصادي للمنتج وللمستهلك. نعم. النهارده بقول النهارده الفرم جيت النهارده 56. هتوصل النهارده حط من 7 جنيه ل 9 جنيه حسب الاحياء وحسب التداول وحسب. احنا بنتكلم في كام؟ حوالي 15% في المزرعه بتتذبح مره واحده اشراف بيطري. بيتم نقلها بشكل صحي وحضاري. اللي عايز النهارده فراخ فريش ذبح اليوم يكون ياخدها. موجود. كل الاحشاء والنهارده والمخلفات والدم والريش بيتم اعاده تصنيعها واستخدامها النهارده في اعلاف الاسماك وفي اعلاف الاليفه. نعم. فكل دي فوائد. ففرق السعر 15% ده يستفيد منه المستهلك ويستفيد منه المنتج. يستمر المنتج النهارده في العمليه. المشكله تباين الاسعار في الثبات. يعني النهارده زي ما قال الدكتور سهران هيثبت في ثبات السعر. بتقول لي التباين في الاسعار. لما انا اذبح يبقى. نعم. انا عندي محطوطه. نعم. لكن انا اليات العرض والطلب خلي بالك بتضر. نعم. الاثنين. نعم. بتضر المواطن والمنتج. دكتور سهران النهارده عنده 10 مزارع، طلع النهارده في اغراء، السعر نزل كان 56 بقى 50، بكره ما عنديش العرض، عبد العزيز عنده مزارع طلع وصلت 60، هو خسر وانا كسبت. دي مشكله كبيره جدا خلي بالك. النقطه الحيويه. نعم. المهمه جدا. ايه؟ أنا عندي على مدار السنة بتقسم الموسم الاستهلاكي لمواسم عالية ومواسم منخفضة. عندي رمضان الاستهلاك فيه عالي. نعم. بعد العيد الأضحى الاستهلاك منخفض. نعم. في مواسم نظر في تدني الأسعار وخسارة المربي ممكن نتدخل بالذبح. وفي الأسعار العالية النهاردة أضخ اللي ذبحته. نعم. ده استيراد داخلي. حافظت النهاردة على المنتج وحافظت على سعر مناسب. مين يعمل ده؟ التكلفة. يوقف الذبح. تفعيل القانون. تفعيل القانون. وكان في لجنه في حدود ال وارد دكتور عبد العزيز 3140 وارد يتعمل. وارد جدا يتعمل. ده دراسه متقدمه لمجلس الوزراء من زمان. ما 3140 اللجنه بتاعت مجلس الوزراء فيها وزاره الصحه. والبيئه. والتموين والاتحاد والغرفه. نعم. وكل الوزارات المعنيه. نعم. وكلهم مرحبين جدا وقدمت الدراسه مع نائب وزير الزراعه السابق الدكتوره منى محرز. نعم. وتقدمت لرئيس الوزراء مجرد تفعيل بس شكل صحي وحضاري واقتصادي وحفاظ على الصناعه وثبات للاسعار. لكن قبل ده كله نقطه فيه مهمه جدا برضه سعادتك كنت بتكلم مع الدكتور عبد العزيز دلوقتي. عزيز. نعم. النهارده سعادتك توازن الاسعار وتراجع الاسعار خلينا نكون منطقيين هيجي منين؟ هيجي من الانتاج.
الانتاج النهارده يبقى النهارده احافظ على المنتج، ادعم المنتج، احل مشاكل المنتج، اوفر له خاماته، ادعمه النهارده اذا كان في قروض ميسره. كل مشاكل المنتج زائد منتج زائد منتج هيساوي النهارده انتاج، هيساوي صناعه. مهم جدا نحافظ على صناعه فيها اكتفاء ذاتي، البروتين الاول للمواطن. دكتور عبد العزيز، ربما من كلام دكتور ثروت لو فعلنا القانون ده يحل الازمه، يساعدني مليون في المية. هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا أوضحها للمواطن. طب خلي بالك، أنا لما بدعم، أنا بدعم المنتج، أنا بدعمك أنت، لأن استمرارية الإنتاج وعدم الشحية والوفرة هتديني منتج. فالأسعار هتثبت. لكن إحنا لما يكون لدي الشحية وما عنديش فبترتفع الأسعار. فبالتالي بيجي عليك أنت الغبن. لكن إحنا اللي بقول إن إحنا عندنا قانون 70 لسنة 2009 ومتواجد من 2009. وحتى الآن عمالين نفكر نطبق أو لا نطبق. على أي ده قانون. زي ما إحنا قلنا إن أنا عندي قانون بتاع الزراعات التعاقدية 14 لسنة 2015، ولسه النهارده أنا بفكر في الزراعة التعاقدية عشان الفلاح. وعندي التكافل الزراعي اللي هو 126 لسنة 2014، ولسه عاوز أشوف الفلاح عشان أدعمه لما يحصل عنده مشاكل وبائية أو عنده مشاكل بالنسبة للحر أو الجو، الكلام ده كله أدعمه عشان أحافظ على المنتج بتاعه. نفس القصة، أنا عندي قانون. لماذا لا يتم تفعيل القانون؟ القانون موجود، لازم نفعله. تفعيل القانون هو الدعامة الأساسية للمواطن في المقام الأول. وخلي بالك إن في بعض المنتجين بيقول لك لا ده هيضحكوا عليه بتوع، ما يضحك عليك ليه؟ ده أنا هضمن لك إن المنتج بتاعك بيتسوق. هضمن لك إن المنتج بتاعك بسعر عادل. هضمن لك إن أنا يكون عندي، لو أنت بتتكلم على البورصة السلعية، لأن قلنا 20 مرة لا تصلح البورصة السلعية للكائنات الحية. ما ينفعش. ليه ما ساعدت ونفعت في بعض السلع؟ حبوب في الحبوب. بص أنا بقول لك حبوب. ما أنا بقول لك ماليش دعوة، أنا بتكلم على الحاجة الحية. ما تنفعش. لكن حينما يتحول الحي ده الى مجمد، خلاص انا عندي في مخزون استراتيجي. طب ليه ما تنفعش في الحاجات الحيه؟ ما ينفع، لان تغيير السعر يوميا، وبعدين ما تنفعش تخزن. ازاي تعمل بورصه على حاجه ما تخزنش؟ انت البورصه موجوده، انا عندك تخزين استراتيجي، انا عندي مليون طن. موجود، خلاص عرف السعر، اطلع بقى البورصه. انا عندي عند الدكتور ثروت 10000، عايز عنده 10، حضرتك عندك كذا. السعر النهارده عايز تاخد من عندي، من عند الدكتور، من عند حد، خلاص في بورصه موجوده. لكن انا هتكلم على مخزون مش متواجد، مين اللي قال الكلام ده؟ ما ينفعش. وعشان كده ان احنا بنقول الوضع الحالي يلزم يعني تكافل كل الجهود. يعني انها تبقى في البورصه مش هيحل ازمه ولا هيعمل حاجه خالص، ولا يعني الوحيد صعبة. اللي يعمل بورصه اللي صعبة. كانت شغاله ومعموله. البورصه حينما تعمل وعندي على الراس بتاعها مجموعه من الخبراء يقول لك التكلفه الفعليه للمنتج ده الكتكوت بكذا، العلب بقد كذا، بياكل 3 كيلو 2 كيلو اللي ياكله، عندي الادويه، نسبه نافع، عماله، كل الكلام ده، اقول له هامش ربح. خلي بالك ان المنتج بيرضى باي ربح، بحيث ان هو تكلفته ما هامش ربح ضئيل جدا. يشتغل بس عايز يشتغل، بدل ما يشتغل دوره ويقعد 3 4 دورات، لو هو يشتغل بصفه مستمره ان شاء الله ياخد جنيه. بس في عنده استمراريه في الانتاج. ده اللي احنا بنتكلم عليه وعشان عايزين نحافظ عليه. النهارده خلي بالك زي ما الدكتور قال حاجه مهمه قوي، انا عندي بنيه اساسيه تستطيع ان تنتج يمكن 2.5 مليون حاليا، لكن انا بنتج قد ايه؟ بنتج 60% منها، لان في ناس خرجت من المنظومه. لكن انا بقى لو استقرت الصناعه وعضضتها وحليت المشاكل بتاعتي وقلت انا عندي 1 و2 و3، هرجع كل الناس دي، عندي استقرار في السعر. المنتج لن يعود مره اخرى اذا استقر السعر، عارف ان انا هشتغل، هاخد من الدكتور ثروت الدكتور العالف وكذا ويوي. في النهايه هديله فلوسه وانا عندي هامش ربح. اذا ما كانش هيبقى مقتنع ان هو عنده الكلام ده، لن يجازف الا في مره في طلب زي رمضان، زي كذا، زي مواسم الصيف، هو ده فقط لا غير. لكن احنا عاوزين الصناعه هي الدعامه الاساسيه للمواطن المصري في توفير البروتين الحيواني لكل افراد المجتمع. هل بيحصل احتكار؟ نعم ام لا؟ هقول لحضرتك حاجه. ايوه، خلينا نتكلم بكل اخلاص بصراحه. في بعض الناس والكلام ده حدث ايام المستلزمات الانتاج. ان احنا قلنا ان في ناس هي المسيطره. لكن لما قلنا الدوله تتدخل، ويمكن انا بعترض، ما زلت بعترض ان هيئه السلع التموينيه لغت موضوع ان هي تجيب، واحنا قلنا الاساس عندي في ظل ان عدم وفره الدولار، وخلي بالك ان بعض الناس المستورده بتتظلم لان احيانا بيجيب الدولار من السوق السوداء. خلينا ندي كل واحد حقه. فمن المفترض انا كدوله بقى عاوز ادعم الكلام ده كله، يبقى هيئه السلع التموينيه هي اللي تجيب، وبتجيب بالسعر الموجود عالميا. وفي الحاله دي يقول لك والله انت عاوز ذره، الذره ب 10 ساخ، ما حدش يقدر يحتكر. او ما حدش يسيطر. فده مهم جدا ان في بعض الاحيان بيحصل تجاوز، بلاش نقول اللفظ اللي هو بيزعل الناس. بيحصل تجاوزات من بعض الافراد، احنا عاوزين، احنا كلنا في دوله. عشان كده انت تدخلت في البورصه السلعيه.
دخلنا الحبوب شفت بقول ايه اللي تتخزن نعم. لكن بدون متى نعم. وده شيء جيد جدا نعم. مش وحش. فاحنا في ظل المرحله الحاليه والازمات العالميه نعم. وانا دائما وابدا ما بحبش ارمي مشاكلي على الازمات العالميه، لان احنا السيد الرئيس مجلس الوزراء قال كلمه كويسه قوي نعم. قال في ظل الازمات احنا بنشوف البدائل. لا يعني بره ملوش علاقه باسعار الدواجن السوق بتاعنا ملهاش تاثير بره في ايه اللي بيحصل بره ملهوش تاثير لا عليه؟ انا بتكلم على حاجه ثانيه. انا بتكلم ان انا انا بستورد من عندك الذره والصويا النهارده لما حصل الازمه بتاعتها بدا رئيس الوزراء يقول لك احنا بنشوف مصادر اخرى نعم. بدا نروح رومانيا بدانا نروح مش عارف ايه ونتحرك بحيث ان ما يكونش عندي ازمه البدائل وده شيء جيد جدا لكن انا بقول لك النهارده ما تقارنيش بينه وبين البرازيل لسبب واحد. البرازيل عندها كل مستلزمات الانتاج موجوده، ده انا بستورد منها ذره وصويا فانت ما تقوليش عنها. لكن حينما يصل انتاجي حتى النسبة 80% انا بستوردها من بره نعم. واعكس الايه يبقى انا عندي بستورد 20% يحصل عندك استقرار رهيب. عندنا مشاكل كنا بنتقارب بنتكلم الدكتور ثروت على موضوع الميه والموارد المائيه والمشاكل المتواجده عندنا، واحنا لابد ان احنا نتوسع راسيا وليس افقيا. احنا لابد ان احنا نشوف حلول، والرئيس اتكلم في الجزئيه دي بره واثنين وثلاثه. الحلول لابد ان احنا نتحرك قدر الاستطاعه قدر الاستطاعه، مش بقول لك غصب قدر الاستطاعه، علشان بدل ما تبقى الفاتوره الاستيراديه ضخمه جدا وتبقى عبء على ميزانيه العامه للدوله. ده اللي بيتعمل النهارده. ما انا بقول يبقى ده شيء جيد جدا. ده اللي احنا بنفكر فيه الصناعه الوطنيه ده اللي احنا عاوزينه وده هيعمل طفره كبيره جدا في المستقبل القريب ان شاء الله. نعم. حضرتك قلت لي انه قرارات الرئيس النهارده او توجيهات الرئيس النهارده ممكن تفيدكم في هذا القطاع. ده مهمه جدا واساسيه جدا وواعده جدا. ليه؟ نعم. انا قلت في الغاء كل الضرائب ما عدا الخمسه في اللي هي المضافه واعفاء النهارده لمده خمس سنين خمس وممكن سنين يسترد وممكن قيمه الارض أيوة النهارده 50% النهارده. كل ده شيء تفيد القطاع ده ازاي؟ هو في نقطه مهمه جدا في القرار، هو خاص المشاريع الاستراتيجيه ايوه والامن الغذائي نعم والدواجن نعم والانتاج الحيواني والانتاج الزراعي، دي مزارع استراتيجيه نعم. انا قلت سعادتك من شويه نقطه مهمه جدا وهي ما عندناش ميزه نسبيه في اللحوم الحمراء. احنا بنستورد 60%. المواطن اللي عايز يزفر ايده النهارده اصبح الملجا له اول هو الدواجن. نعم. طيب النهارده سعادتك كيلو الدواجن بيجي اقل من كيلو ونص علف. كيلو اللحم الاحمر بيجي من 6.5 7 كيلو علف. نعم. طيب كيلو الدواجن بيستهلك 20% من الميه اللي بيستهلكها كيلو اللحم الحمراء. طب زيد على ذلك التلوث البيئي النهارده بس مش عايش الناس ياكلوا فراخ على طول. ما انا هقول الناس تحب اللحمه الحمراء واللحوم مش كده؟ طبعا مفيش كلام. اللي بيحبوا اللحوم بتحب فراخ ولا اللحمه؟ انا الاثنين. يعني احنا شفنا سعادتك ده كلام جميل وكلام كويس، بس نقول الواقع ايه؟ اسعار اللحوم واحد لمنطقه قياسيه، فالمواطن النهارده قلنا القوه الشرائيه ضعيفه ومحدوده، فالبروتين الحيواني الاول النهارده شيء نعم ابينا هو الدواجن. نعم. فلازم نقول النهارده لا، التلوث البيئي كمان 1 على 14 النهارده من اللحوم الحمراء. دي صناعه وطنيه، صناعه استراتيجيه، اعتقد مع توجهات القياده السياسيه النهارده هيكون في استثمار مع حل مشاكل المستثمرين مع جذب استثمار مع استقرار العمله. هل في استثمار في هذا القطاع حاليا بدا يجي؟ الاستثمار موجود من الثمانينات عربي عظيم خليجي حاليا مصري مع الانفتاح اللي حاصل. احنا تعرضنا لظروف خاصه في الست سبع ثمان شهور فخلينا زي ما قلنا دلوقتي ان احنا نستعيد النهارده المربين الموجودين حاليا المحليين نستعيدهم يحس استقرار النهارده نعم. خامات متوفره، الاسعار فيها توازن، في هامش ربح منطقي للمربي، في سعر مناسب للمنتج. يرجع النهارده حلقات البياض مهم جدا، عندنا مشكله في جدر المائده. كنت كل يوم الاقي كده فيديوهات بعتنها لي وصور وحاجات والحق المزارع والحق كتاكيت. النهارده الحمد لله ما فيش. انا قلت لسعادتك قبل كده يمكن اللي حصل في نهايه 22 23 ده التحدي الاصعب لصناعه الدواجن اقصى من 2006 انفلونزا الطيور. كان في تحدي صعب في 2006 لكن ده التحدي كان اصعب، لكن الحمد لله قدرنا نتجاوزه. بنتكلم بإريحية النهاردة، الخامات متوفرة، العلاف تراجعت، نتمنى النهاردة مزيد من الدعم النهاردة، يعني الصورة تتحرك فده عبء على التكلفة. نعم. النهاردة يا ريت الإعفاءات الضريبية النهاردة والتمويل البنكي
اتمنى برضه من القياده السياسيه يشمل المشاريع القائمه حتى ولو لفتره بسيطه عشان يستعيد النهارده المربي ونشجعه النهارده. اللي هي مشروعات بتاعتكم صغيره قائمه قائمه قائمه, قائمة. مشاريع المشاريع الاستراتيجيه القائمه. نعم. الانتاج الحيواني. ايه اللي مطلوب الزراعي في الملف ده؟ مطلوب النهارده زي ما في حزمه النهارده من الاعفاءات للمشاريع الجديده. المشاريع القائمه عشان ترجع تشتغل تاني. نعم. وترجع لطاقتها بالكامل. تديها ايه او محتاج النهارده إيه؟ محتاج النهارده اديها اعفاء ضريبي لفتره حتى مش لازم تكون طويله 5 سنين ممكن لسنتين عشان تستعيد نفسها. محتاجه النهارده مبادرات التمويل النهارده 5-8% ترجع بشكل اكبر. نعم. وتساعد الناس عشان نعم. المربي يرجع تاني. نعم. التوازن الاسعار وتراجع الاسعار من الانتاج. والانتاج زي ما بنبص للمستهلك لازم برضه عيننا على المنتج نرجع تاني يشتغل تاني. استثمار فرصه العمل النهارده يا احمد بيه بتتكلف اكتر من 150-200 ألف جنيه. انت عندك النهارده 3-3.5 مليون عامل مش عايزين نخسره. لو ما نخسرش حتى جزء في القطاع ده في القطاع. فالنهارده بيقولوا 3 مليون اسره. نعم. فقطاع النهارده ملياري في الاستثمارات ومليوني زي ما قلنا في العماله. نعم. عايزين نحافظ عليه وفاخد ده امن غذائي. امن مواطن. صحيح. امن وطن. دكتور عبد العزيز ربما لما اتكلمنا على اللي بيشتغلوا في الذبح الحي انه بعض الناس يقول لك وانتوا عايزين تقفلوهم ليه؟ ما دي فرص عمل ودي صناعه وناس موجوده. انا عايز اقفل ولا عايز انظم؟ اقول لحضرتك انا عايز انظم وهقول لحضرتك ليه. وانا كنت مستشار في صندوق الاجتماعي في القرض الكويتي كنت فاكره. نعم. اللي كان جاي لنا لتطوير منظومه الثروه والدجنه في مصر. نعم. انا بس عايز اقول حته مهمه جدا في الجزئيه دي الدكتور ثروت قالها ان انا بعمل وسائل جذب للناس اللي خرجت بره المنظومه. نعم. انا عاوزك ترجع مره ثانيه. وسائل الجذب تيجي منين؟ تيجي من عده اشياء. نعم. من ضمنها البنك. انت متعسر مش قادر تشتغل. فانا كدوله انا بقدم لك مقترح انا هدي لك يا عم حافز 5% عشان ترجع تاني تشتغل. نعم. انا هشيل من عندك الضرايب مده القرض. يبقى انا خليك تشتغل وتخش الانتاج لان عندي 40%. فانا لما يشتغلوا الناس دول هيزود الطاقه الانتاجيه. نعم. نعم. ده مهم. دي بند مهم جدا. اللي خرجوا دول كلهم متعسرين؟ مش حكايه متعسرين بس. مش قادر يدفع. انت كان بياخد مني عشان ما اقولش الدكتور انت عمال تقول عليا ليه. بياخد مني علف. فلما بياخد مني علف كنت بديله على الدوره الانتاجيه. انا ما عادش هديله لان الدكتور ثروت كان معاه 10 جنيه ال 10 جنيه كانت بقدر ادي 10 افراد، النهارده ال 10 تدي 5 افراد بس. نعم. فانا بدل بيديني كاش مش هقدر ادي مش هقدر ما اقدرش. فبناء على الكلام ده انا عاوز الراجل ده اديله عشان يعيد التدوير واشتغل. بالظبط واشتغل تاني. ده مهم قوي. جزئيه عاوز اتكلم في ده الناس اصحاب المشروعات عندهم في الناس بعض الناس عندها القائمه أراضي. القائمه عندها عايز يتوسع تقول لي في استثمارات جديده. في استثمارات داخليه لكن لما اجي اتوسع وانا عندي ارض وقانون وزاره الزراعه بيقول الاتي بيقول ان الانتاج الدجني والانتاج الحيواني والسمكي والزراعي ده انتاج زراعي دي وزاره زراعه. ما تجيش تقول لا ما ينفعش اصل انت لو عملت هنا لا انا هعيد تقييم الارض يا فندم انا مشروع. نعم. انا مشروع زراعي مش صناعي مش صناعي زراعي. فانت تيجي تقول لي لا اعيد لك تقييم الارض دي شغلك مع الزراعه مش هي التنميه الصناعيه بالظبط. ويروح يقول لك لا ده انت بتعمل مزرعه لا ده انا المساحه لا يعني الملف ده فيه معوقات فيه طبعا في مشكله كبيره. انت عندك ارض وعايز تعمل مزرعه. يقول لك لا تروح تقول تعمل كذا كذا ويعيد الارض تاني يعيد تقييمها. نعم. ويدفع لها بدل متر بجنيه يقول لك تدفع له 300-400-500 جنيه. نعم. طب انا هعمل ايه؟ مش هعمل. نعم. يبقى انا بوقف الاستثمار في القطاع ده. نعم. ده جزئيه مهمه اتمنى انك شخصيا تتبناها. نعم. مهم جدا للناس اللي ما يعملش مشروع تعالى يا حبيبي اقف. نعم. انا بعمل مشروع عشان ازود طاقه انتاجيه وده استثمار جديد. نعم. دي جزئيه. حضرتك قلت الحاجه الثانيه اللي هي بتتكلم على موضوع اللي هم الذبح. الذبح اولا احنا في 2006 بعد ما جه كنا محضرين 150 مليون جنيه لدعم كل المحلات. نعم. وعملنا ندوات وجبنا الناس وقعدنا معاه قلنا احنا محدش قال عايز حضرتك بالمنظومه. انا هربطك على مجازر هتاخد منها الفريش وهجيب لك ثلاجه واثنين ونعمل لك لوجو كده جيد. نعم. جدا ويبقى باسم ومستعدين احنا كمجازر. نعم. او اصحاب المجازر تذبح باسم قول احمد بيه استاذ صالح عبد العزيز ونحط لك اللوجو بتاعك وتم الذبح والتجهيز بمجزر فلان واشتغل. نعم. وده هتحافظ على البيئه كويس. الصحه العامه. نعم. مفيش نقل امراض ممكن هتبقى النهارده في مكان معين. نعم. كل ده وارد. واحنا قلنا ان احنا ممكن لو قلنا احنا كنا مقترحين ان احنا نعمل مجمعين للبجاز بس بتلاقيهم في الاسواق الشعبيه اكتر كتير
يا فندم يتحول مفيش حاجه ما بتحولش. انا انا دوله وانا كدوله اقدر ان انظم الموضوع ده واحط قراراتي. اللي ما يلتزمش بالقرارات لا تعالى، انا بقولكش اطلع من المنظومه عشان انا اعي تماما أنظم. ان عندك اسره، ان عندك اسره أيوة. وعندك اولاد نعم. وبيتعلموا، وممكن يكون عندك ولد شغال معاك وقاعد في المحل نعم. كل ده انا عارفه ودارسه كويس جدا نعم. ما تفكرش درسه. دكتور سارة اتفضل. في نقطه الموضوع ده احنا شايف فيه شبه اتفاق النهارده، انه ثبات وتوازن نعم. الاسعار طبعا نعم. وتخفيض حلقات التداول ما بين باب المزرعه فاطمه جيت لحد المستهلك مهم نعم. جدا، عشان فرق السعر ده يحس بيه المستهلك ويحس بيه المنتج. النهارده في شبه اتفاق على تفعيل، انا قلت الجزئي مش الكلي، التفعيل الجزئي لعدم التداول الحي، حتى نبدا بالقاهره الكبرى زي ما بدانا قبل كده واسكندريه نعم. وبعد كده نوسع خلال سنتين تانيين على مدن ومحافظات نعم. وتبدا النهارده الاسواق ان في عندنا سلالات وعندنا بلدي وعندنا بط. ممكن النهارده على فكره المواطن النهارده بيستهلك المبرد من السوبر ماركت النهارده اللي مذبوح في نفس اليوم نعم. الشكل الصحي والحضاره، ففي شبه اتفاق النهارده على عدم التداول نعم. انا قلت لساعتك برضو ان 20% بس من طاقتنا في الذبح، طاقتنا في الذبح النهارده عندنا مجازر يعني بعد انفلونزا الطيور، وفقا للتوجيه اللي حصل من هيئه الصحه العالميه ان لابد التداول الطيور مبرده ومجمده كشيء صحي نعم. وفعلا كان في توجيهات من الدوله وناس كتير جدا استثمرت في المجازر. عندنا مجزر واحد هنا ممكن يذبح 500,000 دجاجه في اليوم شغال ب 20% من طاقته، ان مفيش سوق ما تفعلش القانون. فعندي طاقه ذبح ضخمه جدا معطله، العماله الموجوده في المحلات هحتاجها في المجازر، المجازر زي ما قلنا النهارده هتتجهز بالإشاني وبشكل صحي النهارده نعم. هتحتاج كل محل على الاقل اثنين يعني مش هيخسر حاجه من العماله. فخلينا النهارده نبص لقدام، الجمهوريه الجديده النهارده اللي بتنشر السياحه، اللي بتنشر النهارده مواصفات في الغذاء نعم. مواصفات في الطرق، حفاظ على مواصفات في الفنادق طبعا. فلازم النهارده السائح ما ينفعش يشوف الفرخه في الصفيحه ويروح هياكل يتغدى في الفندق نعم. لازم نكون في النهارده نتواكب النهارده مع البرامتر والمعايير الجديده النهارده للسياحه. ايه الاسواق الجديده اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي المفتوحه بالنسبه لنا؟ النهارده الدول الافريقيه النهارده في نسبه، الدول الخليجيه في دول كتير يعني اعتقد الامارات اشتغلت، فلسطين اشتغلت نعم. ان شاء الله في وفد كان موجود من المملكه العربيه السعوديه، المملكه العربيه سوق كبير جدا طبعا، وجم زاروا المزارع وزاروا النهارده محطات التفريخ والامهات وزاروا المعارف نعم. وكان مبسوطين جدا من المستويات الموجوده عندنا نعم. واعتقد يمكن نسمع اخبار كويسه قريب جدا عن التصدير للسوق السعودي نعم. على فكره السوق السعودي خدوا قرار عدم التداول الحي وادوا مهله 6 شهور، خلال 3 شهور مفيش فرخه واحده في السعوديه على فكره، في الاردن، في السودان مفيش تداول حي نعم. العالم كله بيقول كده نعم. الشكل الصحي والحراري والاقتصادي للمواطن والمنتج. احنا بنتكلم المملكه بناخد فراخ وبيض ولا فراخ بس؟ فراخ وبكل المنتجات، كل المنتجات. احنا النهارده في وزاره الزراعه نجحت النهارده مع المزارع الموجوده في اكثر من 37 منشاه معزوله خاليه من الانفلونزا، ودي مسموح ليها نظام التصدير نعم. نظام الكومبارتمنت، واتوافق عليها بناء عليها الدول دي سمحت لمصر انها تصدر، وكان اخرها السعوديه الوفد اللي كان موجود نعم. اعتقد ان شاء الله لو اتفتح السوق السعودي هيبقى شيء جيد جدا النهارده، زي برضو انخفاض الدولار النهارده او انخفاض الجنيه امام الدولار، دي فرصه طبعا. هو طبعا صعب على المواطن، على المواطن كان معدل انفليشن وتضخم كبير جدا نعم. لكن فرصه كبيره جدا في التصدير يعني اعتقد لو كنا قبل 2006 احمد بيه نعم. بنصدر لاكثر من 13 دوله افريقيه وعربيه وخليجيه كله بياخد منها بيض، بياخد منها كتكوت، بياخد منها دواجن، كان سوق كبير جدا نعم. هي انفلونزا الطيور عطلتنا شويه وبعد كده حصل ريكفري ورجعنا لكن بدأنا نرجع تاني دلوقتي، بدأنا نرجع نعم. تاني النهارده في ثقه بقى في السوق المصري، السوق المصري او المنتج في النهارده هو في سوق بعد ما نظام العزل اتعمل من قبل وزاره الزراعه. اعتقد ان شاء الله لو اتفتح السوق السعودي هيبقى سوق كبير جدا ومبشر النهارده ان عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا فائض نعم. الفائض ده مهم جدا ان يحقق لنا عمله صعبه نقدر نستورد بيها شويه دولار شويه صويا يساعدونا في العمليه. دكتور عبد العزيز كان عندكم اجتماعات قريبه في مجلس الوزراء بالنسبه للجنه الخاصه بمتابعه طبعا السله الغذائيه كنا احنا طبعا انت عارف ان اللجنه دي اصلا دائما وابدا بتشوف الاحتياط الاستراتيجي المتواجد جوه مصر العربيه من كل سلع استراتيجيه نعم. والحمد لله الوضع امن جدا جدا نعم. وطبعا هنبلغ الاحتياط المتواجد لوزاره التموين
وزاره تقوم بدورها، بتقوم توصله لمجلس الوزراء، ولو في عندنا اي مشكله نعم. بنبعتها مباشره ويتم التحرك الايجابي من على اعلى مستوى نعم. فالحمد لله الوضع عندنا مستقر جيد جدا، ربما في بعض الامور بالنسبه للرز والكلام ده كل تحدثنا فيها وبعتنا توصيات ليها نعم. لكن الحمد لله الوضع جيد جدا. لكن انا عايز اقول حته بالنسبه للدكتور ثروت اللي قالها ان انا في طلب على المنتج المصري، ده ادعى ليا ان انا ارجع الناس اللي خرج بره المنظومه. ما انا بدات تطلع عليا طلبات اهي، السعوديه بتطلب، الامارات بتطلب، احنا بدانا فعلا شغل معاهم بنودي نعم. افريقيا طلبت بيض وبدينا، بدات بعض الشركات تودي في ظل ان انا عندي منشات خاليه المسببات المرضيه اللي هو بيشترط ان انا عندي موجوده واللي انت عاوزه انا بعمله لك. فيجب ان احنا النهارده نتكاتف لرجوع اللي خرجوا بالمنظومه، علشان ايه؟ لما يطلب مني كميات كبيره مالش عندي فجوه مالش عندي فجوه فيقول لك الله يا عم انت سعره ما يزيدش، الله يخليك اصدر واشوف هو انت جاي تودي وانت سايبني انا لا. فده اللي احنا عاوزين نقول نعم. عليه ونقول لابد يكون في تحركات ايجابيه الفائض بالظبط، الفائض توديه بحيث ان اللي مهم جدا بالنسبه لي انا كدوله نعم. بوفر للمواطن بتاعي نعم. ما ينفعش ان انا اصدر بره واسيب المواطن محتاج نعم. لا، فده مهم قوي 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 ان احنا نرجع المجموعه اللي خرجت بالمنظومه وارجع الى ما كان عليه الانتاج بتاعي 1.5 1.6 اقدر يزيد في ظل عندي البنيه الاساسيه التحتيه المتواجده التي استطيع بخلها ازود ل 2.2 مزود، واصدر مثلا الاكتفاء عندي 1.5 اصدر 700,000 طن. ده حاجه يعني ده انا ان شاء الله يبقى زي الفل، ده احنا عاوزينه. وبرضك ارجع تاني واقول انا بتكلم من خلال حضرتك المواطن المصري، نحن معك قلبا وقالبا وكلنا بنتحط حط ايجابيه من خلال الغرف التجاريه، اتحاد منتج الدواجن، احنا بنساعد في جزئيات مهمه جدا. واي معارض بتنشا احنا، وانت عارف الكلام ده كويس جدا، يمكن اهلا مدارس احنا بنخش النهارده ونتحرك ايجابا من الغرف التجاريه. في حصل النهارده حاجه مهمه جدا، الغرفه التجاريه كان عندنا اجتماع النهارده مع الجمارك لان في بعض المشاكل المتواجده، واحنا حابين نشكر الناس اللي استجابتهم السريعه وعملنا ورشه عمل، واحنا طرحنا كل المشاكل المتواجده مع مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره. ايه اللي في الجمارك في مشاكل؟ الجمارك في بعض الحاجات في اللوجستيات، في حاجات تفعيلها، في حاجه بالنسبه للمخلصين، في كذا، فاحنا بنتحرك وده شيء جيد جدا. عظيم. اتمنى ان احنا كل المشاكل المتواجده على ارض الواقع من خلال التوجهات الرئاسيه، من خلال الغرف التجاريه احنا متواجدين، اي حد عنده مشكله احنا فورا بنتحرك مع الجهات المعنيه. دكتور ثروت تعقيب سريع. نطلع من الجلسه دي ان تفعيل عدم التداول الحي للدواجن هو ترياق صناعه الدواجن والحفظ على السعر العادل للمستهلك وتحقيق هامش ربح للمنتج. عظيم. ترياق صناعه الدواجن. عظيم. شرفتني يا فندم. شكرا يا فندم. اشكرك. اشكرك دكتور عبد العزيز. بأيده في الكلام اللي قاله جدا جدا، واحنا عاوزين المنتج وبالاخص المنتج الصغير، خلي بالك احنا معاك قلبا وقالبا، اي مشاكل متواجده احنا متواجدين، اتصل بينا واحنا معاك. كل المواطنين احنا معاكم في كل حاجه. والدولة دايما ما عندوش غير حاجه واحده، السعر، السعر بس، هو ما دورش السعر. ما هو هو حاجه مشكله يعني. واحنا عايزين نعمل حق القانون. لكن احنا عاوزين طالما توفرت مستلزمات الانتاج بالسعر العادل 100% هيطلع لك المنتج سعر عادل يتواكب مع حضرتك كمنتج وتواكب معك كمستهلك، وده اللي احنا عاوزينه بحضرتك ان شاء الله. شرفتوني. بشكرك. شكرا ليك. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. اشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.